ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا دايما كلنا مع بعض ان احنا بنتعاون وان شاء الله بنصل الى مراحل ان احنا زي ما بنقول مهندس المصري او الانسان المصري والمدير المصري يعني من اعظم ومن احسن الناس اللي في الدنيا، وده مش تعصب لحد انما دي فعلا دي حقيقه. والكلمه دي انا الحقيقه معناها استعرتها من واحد صاحب شركه كنت ماسك مشروع كبير في قطر، فهو قال لي يعني فعلا المهندسين المصريين، كان بيتكلم عني يعني بس بيجاملني، وكان المهندسين المصريين هم في واقعه كده، قلت له يعني ايه يعني كتر خيرك يعني بتجيب مهندسين مصريين كتير، فانا عايز غير مصريين. قال لي ازاي؟ وقال لي ازاي ده احنا مهندسين مصريين احسن مهندسين. فالحقيقه دي الجمله دي مسكت في دماغي وقعدت افكر ليه. انا حكيت القصه دي قبل كده بس برضه بحب دايما اقولها عشان الناس تعرف يعني ايه نقيم نفسنا صح، وان احنا ايه فعلا نتوجه ان احنا نبقى فعلا مهندسين انت عالميين. يعني انا قلت هذا الكلام مش بقوله خيالا ولا بقوله مثلا تعصبا لمصريتي او لا، انا بتكلم فعلا كلام فعلي. وقلنا برضو ان المهندس المصري عشان يوصل لدرجه العالميه محتاج 3 حاجات. اول حاجه اللغه السائده اللي بيتعامل بيها العالم كله اللي هي اللغه الانجليزيه، زي ما احنا كان العالم كله بيتكلم اللغه العربيه لمده 700 سنه، فاللغه اللي ماشيه النهارده اللغه الانجليزيه اللي هي السائده لكل مجال الناس في العالم. فاول حاجه اللغه الانجليزيه. تاني حاجه ان هو بعد 3 4 سنين من شغله في اي مجال، هو الانسان بيبتدي متخصص سواء مهندس سواء طبيب سواء صيدلي سواء محاسب سواء في جميع المهن، وبينتهي به الامر ان هو يبقى مثلا يبتدي اداره قسم ثم اداره شركه ثم اداره مؤسسه ثم وزير ثم رئيس وزاره الى اخره. فلازم بعد 3 4 سنين يبتدي يعرف يعني ايه اداره. وده اللي بدانا نتكلم عنه في الـ4 لقاءات السابقه. النهارده في لقائنا الخامس هنتكلم على حاجه هامه جدا، ودي الحقيقه يعني ما بقالهاش كتير قوي، يعني احنا من يعني من حوالي 18 20 سنه بدا الكلام على ايه، على تواجد البي ام او البروجكت مانجمنت اوفيس، ودي حاجه كويسه لان في اماكن كتير اللي هي ما هياش يعني معلوماتها او خبراتها جامده في البروجكت مانجمنت، لان هي تجيب بي ام او يدير لها الشغل ويدير لها الفيزز. وانا بشكركم جميعا على حضوركم وعلى مشاركتكم، ودي بتثري الحوار وبتثري الموضوع، واحنا يعني سعداء بيكم. عنوان النهارده بروجكت مانجمنت اوفيس سكوب اوف ورك ان ديفرنت بروجكت فيزز، يعني نطاق العمل لمكتب اداره المشروعات في مراحل مختلفة للمشروع. فاحنا بنحاول برضو ان احنا انا على فكرة انا مش بقول نفسي بقى الانجلش بتاعي زي الانجلش بتاعي، الانجلش بتاعي مش زيكم، اسمه المفروض الشباب النهارده الانجلش تبقى ماسترنج الانجلش، والاكسنت بتاعك يبقى يعني امريكان وتاكل الاجتهاد كلها وتبقى يعني ايه تعرف تعرض نفسك. النقطة الثالثة برضو اللي ما قلتهاش اللي هو أنت بتفضل طول حياتك تعمل حاجة اسمها الكونتينوس امبروفمنت اللي هي التحسين المستمر. يعني ما حدش يغتر لا بعلمه ولا يغتر بماله ولا يغتر بمنصبه ولا يغتر بأي حاجة، لأن الغرور ده آفة قاتلة لأي إنسان. فدول الـ3 حاجات اللي ربنا يسرهم لنا واستقرأناهم من حياتنا، وبنحاول إن احنا ننشر نساعد في نشر هذه الثقافة. وكتر خير باشمهندس عمر الحقيقة والباشمهندس محمد اللي بيسجل الحلقات كلها طبعا وبيقسموها بيحطوها على السايت للفائده العامه. طيب الاجنده بتاعتنا في الموضوع ده ايه؟ الاجنده بتاعت الموضوع النهارده هيبقى ديفينيشنز في الاول، كم تعريف كده عشان نعرف يعني ايه بي ام او، يعني شويه تعريف كده هنتكلم عليها، وبعدين بروجكت فيزز فور بي ام او. احنا اتكلمنا قبل كده عن مراحل المشروع المكتب ان جنرال، هنا مراحل مشروع المكتب اداره المشروعات هو هو، بس بيزيد عليه في الاول بدايه بريفيزيبيلتيز هنتكلم على ايه، هنزود عليها اللي هي الايه الورك اكوزيشن للبي ام او. الورك اكوزيشن يعني ازاي البي ام او بياخد الشغل عشان يبتدي
ان هو يشتغل، يعني هو اشتغل كبي ام او. برودكت فيزز السيستم اناليسيس. في السيستم اناليسيس السيستمز دي حاجه بسيطه جدا، ان واوت هنشوفها برضو، وانا اتكلم عليها قبل كده برضو هنبينها. ان البروجكت فيز دي عباره عن ايه؟ عن سيستمز فيز، جزء من المشروع اللي هو انبوتس، وبتحصل عليه بروسيسز او بروسيجرز او الى اخره، وبتخرج ايه؟ اوتبوت. الاوتبوت بتاعه بتدخل على ايه؟ على الفيز اللي وراها كانبوت، وبتطلع ايه؟ وشرحنا كذا ميثودولوجي واقربهم للكلام ده اللي هي البرنس 2. بزنس اكوزيشن فيز، مرحله الحصول على المشروع، دي اللي هي الفيز اللي هي مرتبطه بالبي ام او عشان ايه؟ يشتغل مع اي مكان او اي اورجانيزيشن او شركه عشان يعمل لهم اداره مشروعات. فيزيبيليتي اند ماركت ستاديز فيز، دي مرحله الدراسات. از نورمال بقى، احنا كنا بنتكلم على سبعه فيزز. از نورمال بقت يعني بزنس اكوزيشن فيز دي في مكان مرحله البري فيزيبيليتي. طبعا هي مش بري فيزيبيليتي بس، هي ايه؟ الحصول بقى على البزنس اكوزيشن. بعد كده الديزاين فيز، الناس اللي احنا حضرنا مع بعض قبل كده هنلاقي الدنيا هي ذا بروكيرمنت فيز، بس هنتكلم فيها على ايه؟ على الريسبونسبيلتيز بتاع مكتب اداره المشروعات، او الاطلاق العمل بتاع مكتب اداره المشروعات. في البروكيرمنت فيز محطه التعاقدات، الكونستراكشن فيز محطه التنفيذ، بين الكوميشننج اند هاندنج اوفر فيز مراحل التجارب وتسليم المشروع، بين البروجكت كلوز اوت اند بوست ايفالويشن فيز اللي هي بروجكت كلوز اوت اللي هو بنقفل بيها المشروع بقى في الاخر، وبنسلمه الاوبريشن عشان بقى ايه بقى اسمه دلوقتي ايه؟ اوبريشن، ما بقاش اسمه مشروع. نبتدي بالديفينيشنز. هناخد اول ديفينيشن اللي اتكلم عليه مين؟ هارولد كيرشنر، وده من 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 اشهر واشهر علماء اداره المشروعات في العالم. ونخلي بالنا الكلام اللي هو بيقوله لمين؟ ده في كتابه، في كتابه اللي هو طبعا انترناشونال موجود، لكن هو بيوجه اصلا للامريكان. يعني بيقول امريكان ايه؟ بروجكت مانجمنت كان مين ديفرنت ثينجز تو ديفرنت بيبل. Quite often, people misunderstand the concept because they have ongoing projects within their company and feel that they are using project management to control these activities. In such case, the following might be considered an appropriate definition. يعني بقول لهم إدارة المشروع بتعني أشياء، يمكن أن تعني أشياء كثيرة لناس مختلفين، للناس المختلفة يعني. في كثير من الأحيان الناس بيسوءين فهم المعنى والسياق لإدارة المشروع. لدي مشاريع جاريه داخل الشركه، بيقول لهم لا اديني هنفهم ونسمع الكلام ده، ان هو بيشتغل، هو مش مدير مشروع، هو شغال في المشروعات لكن ما بيديرش، وتشعر انها تستخدم ادارته، هو حاسس او فاكر ان هو بيشتغل اداره المشاريع للرقابه على الانشطه اللي بيقوم بيها. في مثل هذه الحاله يمكن اعتبار ما يلي تعريفا مناسبا لاداره المشروع. تعريف الحقيقه تعريف يضحك يعني. يعني بيقول ايه في ايه بقى؟ according to Howard Kessler ده كلامه بالحرف، احنا ما لناش حاجه. بيقول project management is the art، يعني ده بناء على اللي حاصل في الشركات الامريكيه. طبعا احنا كل اللي نعرفه عن الامريكا البي ام اي والبي ام بي والشركات المرتبطه بيها، دي حاجات جميله كلها. نعرف بيكتل، ونعرف مثلا كل الشركات الامريكيه، نعرف بروجاكس، نعرف شركات ايه امريكان كتير جدا في الشرق الاوسط، نعرف تكنيك، نعرف الشركات كلها اللي هي شغاله. فطبعا احنا كل دول اللي بيجوا لنا طبعا دول متخصصين في البروجكت مانجمنت، وتعلمنا منهم كتير جدا، وشفنا منهم كتير جدا، والحقيقه يعني. فانما ده الكلام ده موجه بقى لعموم الشركات الامريكيه. Project management is the art of creating the illusion that any outcome is the result of a series of predetermined deliberate acts when in fact it was dumb luck. يعني بيقول لهم هنا ايه؟ ان اداره المشروع وفن خلق الوهم، the art of creating the illusion، بان اي مخرجات هي نتيجه سلسله من الاحداث. ان دي سلسله من الاحداث المحدده سلفا. واعمال متعمده عندما تكون المخرجات في الواقع كانت ايه؟ it was dumb luck، كانت حظ. يعني النجاح كان حظ بحت. ما كانتش ليه بقى؟ هيبان في التعريف. هقول ايه بعد كده؟
طبقا برضه الدكتور هارولد كيرشنر بيقول ايه؟ اكوردنج تو هارولد كيرشنر although this might be the way that some companies are running their projects. يعني الشركات عماله تاخد مشروعات وتشغلها وتخلص وتشتغل وتخلص وتكسب وتشتغل وتخلص وتكسب، فهي فاكره ان هي ايه؟ ان هي شغاله running the project. يعني هنا running the project but not using the project management. This is not project management. Project management is designed to make better use of existing resources by getting workflow horizontally as well as vertically within the company. فهارولد كيرشنر بيقول ايه بقى؟ ان قد تكون دي ان اداره المشروع مصممه يعني مش النقطه الاولانيه يعني مش مشكله هم فاكرين ان هم بيطبقوا بروجكت مانجمنت ده هو بروجكت مانجمنت لان اداره المشروع دي اتصممت علشان الاستخدام الامثل to make better use of existing resources زي ما كنا بنتكلم بنقول الاول فانكشن اللي هي ايه؟ planning organizing leading control لايه؟ the four resources the four M the manpower material the machinery the money the project management is designed to make better use of existing resources by getting workflow horizontally as well as vertically within the company. ان احنا بن 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 بنعمل بيتر يوز اللي هو الطريقه الامثل لتدفق العمل بسلاسه افقيا وراسيا داخل الشركه. يعني افقيا وراسيا ده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في الايه في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الكلام اللي جاي. هنا بقى هارولد كيرشنر بيجي بقى في الاخر بايه بيطمنا بيقول ايه بقى؟ اكوردنج لدكتور هارولد كيرشنر ده الكلام اللي احنا ايه قلناه قبل كده كذا مره وحابب ناكده النهارده لان ده راجل عالم يعني احنا كلنا يعني ما يعني بنتعلم وبنتعود نتعلم كل يوم بنشوف حاجات جديده طبعا طلعت حاجات كتير جدا هنتكلم عليها بعدين لكن احنا هنركز دلوقتي في اللي احنا بنقوله. اكون نقل هارس كيرشنر هنا بيعرف بقى البروجكت مانجمنت يعني هو كان بيقول لهم يا اخوان انتوا بروجكت مانجمنت بتشتغلوا وفاكرين ان ده بروجكت مانجمنت لكن هو ايه؟ مجرد ان انتوا بتشتغلوا وان النجاح بتاعكم ده ايه؟ لك جاست لك يعني. التعريف بتاع بروجكت مانجمنت بتاع اخواتي الدكتور هارولد كيرشنر بروجكت مانجمنت از ذا بلاننج شو الكلام اللي بنقوله؟ بلاننج اورجنايزنج دايركتنج او ليدنج اند كنترولنج اوف كومباني ريسورسز ده الكلام اللي احنا بنقوله من اول يوم ان بروجكت مانجمنت از having four functions normal planning organizing directing or leading or controlling of company resources for a relatively short term objective that has been established to complete specific goals and objectives يعني استخدام the four functions of management احنا قلنا عليهم دول على على the resources اللي هي manpower material و machinery و money دي resources بتاعت الشركه اللي هي مسخره لانهاء سبيسيفيك جول لتحقيق هدف اهداف او اهداف في المشروع يعني المشروع ده زي ما اتفقنا ان هو ايه ده له مده معينه بيبقى عليها يعني. طيب ايه بقى هوريزونتال وفيرتيكال؟ اي شركه في الدنيا او اي مؤسسه في الدنيا لها organization chart بتاعها فاوريجن في الفيرست لاين بتاعها فانكشنال احنا هنا هنقول ايه يعني احنا عندنا فانكشنال مانجر 1 اللي هو بيبقى ايه سي كونستراكشن مانجر وبعدين فاينانشال مانجر وبعدين مانجر بتاع اي حاجه تاني تكنيكال مانجر يعني دي انواع الفانكشنز كلها اللي موجوده في اي شركه. طيب في بروجكتس مانجر بقى يعني في بروجكتس هنعمل بروجكتس بنعمل ايه؟ ده الهوريزونتال اهو اللي هو ده الفانكشن ده ايه اللي هي الايه ده الكاربوريت او هنشوف ده يعني هيبقى في الكاربوريت مانجمنت في مؤسسه في شركه في اي حاجه الكاربوريت مانجر اللي هو الناس اللي بتشتغل كاوبريشن بيزكلي يعني انا بشتغل على بروجكت بقى يبقى هنا في بروجكتس فبيطلع من البروجكتس مانجر دي بروجكت 1 بروجكت 1 بيعمل ايه؟ يروح لكل فانكشن من دول عايز هنا عايز كونستراكشن مانجر اخده من هنا عايز كونتراكت مانجر
في الكونتراكت ديبارتمنت، عايز تكنيكال اوفيس مانجر للسايت او الموقع باخد الايه وهكذا. كله بقى تكنيكال اوفيس باخده من التكنيكال اوفيس، باخد الناس بتوعي من ايه، من داخل كل هوريزونتال، كل واحده من دول. اللي فوق ده عمل فيرتيكال هنا يعني، ايوه. والبروجكت الثاني بقى بنفس القصه، ياخد كل الناس بتاعته منين؟ من بيزيكلي من الـ من الـ من, الـ من كل ديبارتمنت في الشركه. وطبعا ده ما يمنعش ان انا اخد من بره، لكن اللي بيجي من بره برضه هيبقى تابع لحتتين، ودي نقطه اللي هي بتاعت الايه الماتريكس اورجانيزيشن. هو يبقى تابع للبروجكت مانجر بتاعه، او البروجكت مانجر بتاعه بيبقى هنا تابع يعني كل الافق، ده الافق اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي، وده الراسي. الراسي ده مع الفانكشنال، يعني الفانكشنال مانجر ده لو ده مثلا الكونتراكت ديبارتمنت او الكونتراكتس مانجر، تحت منه ايه كونتراكت مانجر 1، كونتراكت مانجر 2، كونتراكت مانجر ده الكونستراكشن مانجر، تحت نفس المانجر 1 2 3 4 وهكذا. مثلا الادمنستريشن مانجر كذا كذا، فاينانشال مانجر كذا. وبيجي البروجكت بياخد ايه من كل واحده من دول، فكل واحد من دول ده اسمه ماتريكس. واتكلمنا عليه اعتقد قبل كده، وهنتكلم عليه برضه تاني، وهن يعني لان ده من الحاجات الجميله قوي في المستخدمه في الايه في البروجكت مانجمنت او في المانجمنت عموما. لو جينا هنا هنقول البروجكت مانجمنت دي يعني احد العروض الاساسيه لايه للماتريكس اورجنايزيشن. اللي اخذوا بي ام بي عارفين بقى ان في ثلاث انواع من الماتريكس اورجنايزيشن، والبروجكتايزد، يعني ثلاث انواع. احنا بنتكلم على عموما على الماتر اورجانيزيشن، يعني مش هخش في الديتيلز بتاعت البي ام بي، خلينا الناس بتوع البي بي يتكلموا عليها. المهم نعرف ان كل واحد من دول له علاقتين، علاقه مع الفانكشنال مانجر بتاعه، اي حاجه تكنيكال اي حاجه فانكشنال بيبقى علاقته بيها مين؟ بالفانكشنال مانجر بتاعه. عنده مشكله عايز تتحل، عنده حاجه عايز تتعامل، اي حاجه هو ايه بيرجع له. انما انتمائه دلوقتي during البروجكت duration او البروجكت phases هو تبع مين؟ تبع البروجكت مانجر بتاعه. فاذا كانتش الشركه فاهمه كويس قوي هذا الكلام، والناس اللي قاعده فاهمين هذا الكلام ده، ما هتحس ان في ايه؟ ان في نوع من المشكله كده اللي هي بين الاثنين، انا تبعك ولا تبع ده؟ لا، انت جوه البروجكت بتاعك انت تبع البروجكت مانجر، تبع الفانكشنال انت تبع الفانكشنال مانجر بتاعك. في الفانكشن هو طبعا في البروجكت انت فانكشن ومانجمنت انت تبعه، لكن انت مرجعك الاخير انت قد تكون مثلا فانكشنال ما عندكش كل الخبرات وتحتاج خبره معينه او تحتاج حاجه معينه، تقوم ترجع لمين؟ تسال البروجكت مانجر بتاعك الاول، والله هو ممكن يقول لك ارجع للفانكشنال، ويبقى انت ايه ترجع فانكشنال مانجر بتاعك. دي اللي هو الهوريزونتال فيرتيكال اللي كنا بنتكلم عليها في السلايد. طيب البروجكت فيزز فور بي ام او، هم السبعه اللي كنا بنتكلم عليهم، بنشيل البري فيزيبيليتي اللي كنا بنتكلم عليها في البروجكت فيزز، ونحط هنا ايه البيزنس اكوزيشن فيز اللي هي المرحله اللي العميل او اللي محتاج للبي ام او ان هو يطلب ريكوست فور كوتيشن او ريكوست ار اف بي، ريكوست فور بروبوزل من البي ام او، من بي ام اوز، والبي ام اوز تقدم ويختار ما بينهم بالطريقه المعهوده اللي احنا عارفينها. فالبيزنس اكوزيشن فيز هنتكلم عليها. بعد كده فيزيبيليتي اند ماركت ستادي فيز، يعني بيبتدي البي ام او بيعمل ايه؟ بيكمل بقى الفيز بتاعت البروجكت لغايه ما يخلص. ده احنا بنقول الكلام ده ليه؟ انا شخصيا افضل تماما ان البي ام او، ان ما فيش حاجه اسمها الشركه ما تكونش عارفه الكلام ده. عشان كده لازم ثقافه الاداره تنتشر. انا مش بوقف سوق البي ام اوز، لا، يعني البي ام او اللي يدخل في مكان يدخل يكمل فيه، ما يبقاش على قد مثلا ثلاث اربع سنين زي ما بيحصل دلوقتي، وبعدين يسيب المكان ويمشي ويدرب الناس اللي هناك. لان التطبيق العملي الحقيقي، ان انا يعني خبرتي في الشرق الاوسط، يعني ان اللي بيحصل ان الناس بتاخده
ما بت ما ما بتبقاش ما بتاخدش كل الخبره اللي عند البي ام او. يعني البي ام او بيبذل جهد، يعني عشنا هذا الكلام في الخليج واشتغلنا في البي ام اوز وطلعنا ناس كتير قوي وناس الحمد لله ممتازين. لكن انت البي ام او موضوع كبير، يعني بيعمل الكلام اللي احنا اللي جاي ده كله هنعرف ان هو يعني كلام كويس. وزي ما بقول برضو عايزكم برضو نفتكر في الاخر في سؤال انا هساله مش حاسب احد ده بقى، ممكن اقوله ان انا بتحدى حد يكون طبق الكلام اللي هيجي في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في البرزنتيشن بتاعنا النهارده طبقه. وعلى فكره هذا الكلام كله ليس فيه نقطه من كتاب ولا من حاجه نظريه، ولا البرودكت مانجمنت انا بقول له هو نظري ولا هو اكاديمي، بس اللي بيحصل ان يعني الناس بتاخد منه الخبره من الواقع وبتحطه في الكتب. فاللي هيطبق الكلام ده ويحصل عنده يعني يضمن اكتر من 98% ان المشروع نجح وماشي في مكانه مظبوط. فالبيزنس اكوزيشن فيز، بعدين الفيزيبيليتي اند ماركت ستادي فيز، بعدين الديزاين فيز، بروكيورمنت فيز، الكونستراكشن فيز، كوميشن اند اوفر فيز، بروجكت كلوز اوت اند بوست ايفالويشن فيز. يا رب ما تكونوش زهقتوا بس من السيفن فيز بتاعت البروجكت اللي احنا كنا بنقول عليها من زمان، كانت ايه؟ اللي هو الايه؟ البري فيزيبيليتي اللي بيقوم بيها المالك نفسه بنفسه، وبعدين يدخل بقى على الفيزيبيليتي، الفيزيبيليتي ستاديز كلها انواع فيها الفيزيبيليتي ستاديز لو رجعنا للبروجكت فيز اللي قبل كده، والديزاين فيز بعديها على طول، بروكيورمنت فيز، كونستراكشن فيز، كوميشن هاند اوفر، كلوز اوت، هم نفس السبعه. بس انا بقى في اللقاء بتاعنا هنوضح بالظبط ايه المسؤوليات وايه الشغل اللي بيعمله وان ديتيل. وكتير جدا مننا هتلاقيه عارف اكتر من 90% من الكلام اللي احنا بنقوله ده، بس كل اللي حصل ان احنا خدناه وحطيناه بشكل منظم ومنتظم وبنعرضه على حضراتكم بشكل يعني ايه بنفكر بعض بيه. طيب دي هنا البروجكت فيزز بتاعت البي ام او. اول حاجه البيزنس اكوزيشن زي نفس الكلام، فيزيبيليتي ماركت ستادي، الديزاين، بروكيورمنت، الكونستراكشن، بعدين بروجكت كوميشن هاند اوفر وكلوز اوت اند بوست ايفالويشن. طيب هنا بقى احنا كنا بنتكلم على ايه؟ دي النقطه اللي هي الثانيه او الثالثه دلوقتي. البروجكت فيز اسيستم اناليسيس. احنا كل فيزز من الثانيه دي عباره عن ايه؟ سيستم. ادي ان، ادي اوت، هارد بيزنس اكوزيشن اهو. الان بتاعه ايه؟ الكلاينت، عند ما بين الكلاينت وما بين ايه؟ البي ام او. بيعمل بيحط الريكوايرمنت الشروط بتاعته والكونديشنز والكونديشن والاشتراطات بتاعته، وبعدين نتيجه الكلام ده بيقعد يعمل بقى شويه بروسيس هيبان الكلام بتاعنا، هيطلع منه ايه؟ كونتراكت بين كلاينت اند بي ام او. طيب الكونتراكت بين كلاينت اند بي ام او هيستلمه البي ام او ويدخل يعمل ايه؟ يبتدي يعمل فيزيبيليتي اند ماركت ستادي فيزز. هيعمل بقى ريكوست فور ريكوست فور يعني يعرض يحط الشروط بقى بتاعت كل انواع الفيزيبيليتيز زي ما كنا بنتكلم، تكنيكال فيزيبيليتي، فاينانشال فيزيبيليتي، الانفايرمنتال فيزيبيليتي، الترافيك امباكت، كل الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه برضه ايه في لقاءاتنا السابقه، ما بين الكونسلتنتس اللي هم متخصصين ويقارن ما بينهم وياخد ايه البيست اوفر من كل واحد منهم وبعد يعمل كونتراكت معاه. طيب هيطلع هنا بقى ايه؟ هيطلع الفيزيبيليتي بتاعت المشروع ده بكل انواعها، كل انواع الفيزيبيليتيز، فيزيبيليتي على الماركت داتا، كل الكلام ده كله بقى هيتاخد يروح فين الكلام ده كله؟ هروح يشتغل على ايه؟ على ديزاين فيز. ديزاين فيز بقى بياخد كل النتائج بتاعت الفيزيبيليتيز دي، هي مجرد مش صح او غلط او ايه او لا بتدرس وبتتحط كل حاجه وبتاخد يقول ايه يعني ايه ذا ايشو از فيزيبل يعني. فيروح على ديزاين فيز. ديزاين فيز نخلي بالنا اذا بيز اكوزيشن اتعمل صح، ما جاش مثلا العميل وهلك البي ام او، البي ام او ما عندوش شغل وراح ضارب باسعاره الارض وكده،
هتلاقي ايه يبقى بيبني غلط. يبقى ده اول حاجه، يعني لازم في ام او يكون واخد الشغل، مش بقول غالي، لا از افريج يعني بالعقل، يعني ما حدش ايه يبالغ او يغالي. وبعدين برضه فيزيبيليتي اند ماركت ستادي فيزز، لو اتعمل الصح واتعملت مظبوط يبقى ايه ادي ايه لازم نقول ايه النجاح كيوميليتيف، النجاح تراكمي كما ان الفشل تراكمي. فدي تنجح، دي هتنجح، ندخل على الديزاين فيز، دول نجحوا كويس، ده هينجح كويس، خلاص دي هيطلع الديزاين، طلع ايه الديزاين والدرونز بي او كيو ريسبكتس وريكوست فور تندرينج، اللي هي ايه بتاعت عشان المقاولين او السبلايرز، كل حاجه بقى جنرال كونديشن والسبيشال كونديشن، كل انواع الايه الدوكيومنتيشن اللي هو ايه بيطلع من الديزاين فيز، عشان نقارن ما بين المقاولين، لو احنا عايزين مقاولين بيحطوا اسعارهم وبيحطوا كونديشنز بتاعتهم وبيتقارن ما بينهم عشان ايه يتوقع عقد. بيتوقع عقد ما بينهم، بيشتغل بقى على البروكيورمنت فيز، بيطلع منها ايه؟ بيطلع البروكيورمنت، بيطلع ايه؟ الكونستراكشن، بيطلع كونتراكت بين كلاينت اند كونتراكتور. ده لو انا ايه لو مطلوب كونتراكتور بس، او يبقى كونتراكت بين كلاينت اند سبلايرز. لو انا عامل يعني مثلا لو انا ببني عماره، دي اقرب حاجه واحسن حاجه، وببني مشروع بعمل مثلا واحد الفرسانه او المباني مثلا، بعدين واحد الميكانيكا، بعدين واحد الكهرباء، بعدين واحد الفاير فايتنج، واحد يعني لو انا مقسم الموضوع وبعمل مثلا عايز شيلرز، عايز جنريتورز، عايز الكلام ده كله، هيبقى عندي برضو ايه الكونتراكتس بين الكلاينت وما بين ايه كل يا اما بين الكونتراكتورز او السبلايرز او اي حد هيدي سيرفيس للمشروع في المرحله اللي هناك دي. السيرفيس للمشروع اللي هي الايه اللي هي السوبرفيجن، سيلف سوبرفيجن، ده بتكلم على الكونستراكشن. في اي حاجه ثانيه يبقى هو سوبرفيجن برضه على الشغل في اي مجال اخر، يعني ان شاء الله رب بيعمل صاروخ فضاء. الفيزز دي هي نفس الكلام. ده هيدخل بقى كونتراكت فيز، هيبقى ايه الكونتراكت بين كلاينت اند مين كونستراكتور او الى اخره، او كل الاطراف اللي هي هتدخل بقى في الكونستراكشن فيز، اللي هتحول كل الدراسات السابقه الى ايه؟ الى حاجه كونكريت، حاجه كونكريت يعني حاجه ممسوكه بالايد، مش كونكريت اللي هو خرسانه. فدي في الشغل كونستراكشن فيز، الكونستراكشن فيز دي بيخلص ايه؟ بعمل فينش، بخلص بفينش السايت اكتيفيتيز. يعني شوف حضراتكم كل المراحل اللي فاتت دي عشان توصلني لايه؟ للكونستراكشن فيز. يعني في ناس كتير قوي بتعتقد ان البروجكت بيبتدي هنا. عشان برضه نبقى ايه يعني نبقى يعني منصفين، ان يعني بالنسبه للمقاولات البروجكت بيبتدي من هنا كبروجكت، لا وبيعمل نفس الفيزز. يعني ما بيعمل بريفيزيبيليتي بيعمل ايه؟ بيسال هل العميل اللي انا رايح له اخد منه ده واحط فلوسي عنده واشغل الكونتراكتورز بتوعي عنده واشغل السبلاير بتوعي عنده واعمل الموضوع ده كله، هل بيدفع فلوس؟ هل بيدفع فلوس في وقته؟ هل سمعته كويسه؟ فدي بريفيزيبيليتي بالنسبه للمقاول. بيبتدي بيعمل ايه؟ بيعمل الفيزز بقى اللي هي الثانيه اللي بعديها اللي هي الفيزيبيليتي، هل المشروع ده فيزيبل تكنيكالي؟ هل بالنسبه لي؟ هل المشروع ده فيزيبل فاينانشال بالنسبه لي؟ هل الكلام ده كله؟ فبيعمل نفس بيمر على السبع فيزز جوه الكونستراكشن فيز دي على اساس ان هي ايه بروجكت. برضه الكلام ده حابين نقوله عشان نعرف ان في اي مشروع هم الفيزز السبعه هم الفيزيبيليتي، فيزيبيليتي، ديزاين، كونستراكشن، هاندنج اوفر كوميشن، وبعدين كلوز اوت اند ايه اند اكسبريشن. اما خلصنا بقى المشروع هنا، خلصنا الاكتيفيتي بتاعت المشروع، طب ما خلصش لسه، احنا خلصنا الاكتيفيتي بتاعت المشروع بنعمل ايه؟ بندخل بقى الكوميشننج فيز والهاندنج اوفر اللي هو بنسميه انيشال هاندنج اوفر. الكوميشن بيعمل ايه؟ احنا واحنا بنشتغل كمهندسين برضه هنتكلم بقى على كونستراكشن، لان احنا يعني الماجورتي بتوع كونستراكشن، انما هذا الكلام بيحصل في جميع انواع بروجكتس في العالم كله. بنعمل كوميشننج ان احنا ايه؟ بنضمن ان كل الالمس اللي احنا استلمناها واللي احنا عملناها اتعملناها بكواليتي كنترول كويس، بكواليتي سيستم كويس،
وخلنا الايه الاوتبوتس بتاعتنا كويسه، لكن علاقتهم ببعض يقعد تشغيلهم. لو واحد بعمل مستشفى بعمل سوفت اوبننج، لو انا بعمل اي حاجه بعمل سوفت اوبننج لها، وبتظل مثلا الكوميشننج فيز دي بتعمل انيشال هاندنج اوفر، يعني بيدخل طرف ثالث في الفتره دي اللي هو الاوبريتور. الاوبريتور بيدخل يبتدي هنا يجرب الريزلت بتاع الكونستراكشن فيز مع ايه؟ مع مع المقاول ومع مش معاهم، يعني هو اللي بيشتغل بقى هذا الكلام، والمقاول والكونسلتنت والبي ام او قريبين منه هيقعدوا معاه لفتره الضمان، اللي احنا سنه الضمان بالنسبه للكونستراكشن العادي. في مشروعات مثلا في الاويل فيلد ممكن تبقى الكوميشن ست شهور بس مثلا، في بروجكتس ممكن يبقى الكوميشن بتاعها اكتر من سنه مثلا، ما نعرفش يعني. يعني دي الكوميشننج فيز، احنا في الكونستراكشن عاده بنقول ان هي سنه، اللي هي السنه في الضمان. البروجكت اكومبلش بقى البروجكت خلص، وعاملين ايه؟ كلوز اوت اند بوست ايفاليوشن. بيتعمل بقى الكلوز اوت، بيتسلم مشروع تسليم نهائي، ما فيش اي سناكس، ما فيش اي ملاحظات، قفلنا كل ما يتعلق بالمشروع، ونعمل ايه؟ البوست ايفاليوشن. هي البوست ايفاليوشن ده جديده على ودان ناس كتير قوي، وبكلمكم بصراحه حتت كتيره جدا جدا ولا بتفكر في البوست ايفاليوشن، لكن النهارده في البيم، بين انفورميشن موديلنج، وده من اخطر واهم التولز اللي تحكم لك مشروعك ايا كان نوعه. البيم بيلدنج انفورميشن موديلنج بياخد مشروع من ساعه ما بيبقى فكره لغايه ما يتسلم للايه؟ للاوبريتور. عنده كل حاجه واضحه وكل حاجه متسجله وكل حاجه موجوده بكل طبعا المهندس عمر ده استاذنا الكبير واستاذ الدنيا بحالها، وهو طبعا يعني ايه اكيد بيؤيدني في الكلام ده. البيم من اخطر التولز اللي طلعت، مش عايز اقول في ال 20 سنه اللي فاتوا، في تاريخ البروجكت مانجمنت لغايه دلوقتي. في حاجه ثانيه طلعت كتير اسمها سبلاي تشين، اجايل، سكرام، الكلام ده من اخر هنتكلم عليه بعد كده ان شاء الله. فاحنا ايه الكلوز اوت والبوست ايفالويشن؟ البوست ايفالويشن دي لو انت بتشتغل بالبيم هتيجي اوتوماتيكلي، يعني مفيش حاجه هتضيع. انما لو انت بتشتغل تراديشنال، ايه بشغل تراديشنال؟ لازم بقى كل شغل في المشروع بيقعد مع بعض وبيظبطوا الفايلنج بتاعهم، بيظبطوا الاسبيكت بتاعهم، وبيظبطوا كل الكيسز، بيظبطوا كل حاجه، وايه وكده بايه المشروع بيبقى اسمه ايه؟ اتقفل. طيب هنا البيز اكوزيشن فيز اللي هي مرحله الحصول على المشروع، اللي هي دي يعني ازاي البي ام او بيحصل على المشروع. على فكره عادي خالص، زي اي مقاول، يعني نفس البروسس او نفس البروسيدرز اللي بتحصل عشان الاول ياخد شغل، هو برضه مقاول بروجكت مانجمنت. يعني هو يعني مش بقول مش مقاول، يعني هو يعني اصل كلمه مقاول دي برضه هم يعني احسن تعريف للمقاولات اللي هي ايه بالفرنش اللي بيقول ايه؟ سوت ريتون، يعني واحد بياخد موضوع على بعضه وبعدين بيقسموا على ايه؟ على 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 على, على اطراف كتيره، بيرجعوا له ويقسموا على ناس كتيره، وبعدين هو بياخد ايه نتيجه الكلام ده كله، ويبقى ايه بيعمل المشروع بتاعه يعني، او بيعمل الشغل بتاعه. فالبيز اكزيشن فيز عباره عن ايه بقى؟ ريسيف كلاينتس كونديشن اند ريكوايرمنتس فور ذا بروجكت، ريسيف بروجكت فاكت شيت. هنا الكلاينتس كونديشن، الكلاينت اللي هو العميل، يعني العميل في ناس بتسميه كلاينت، في ناس بتسميه يعني اما اي حته بقول لك بيسمي كلاينت زي ما هو عاوز. المهم الشروط بتاعته والايه والمتطلبات والمواصفات بتاعته. في حاجه اسمها البروجكت فاكت شيت، يعني انت اي بروجكت في الدنيا بيبقى له اشتراطات معينه. هنقربها برضو لاذهاننا بايه؟ بالكونستراكشن، هو اسهل حاجه واكثر حاجه في ايدينا، يعني ريلايبل في ايدينا. لو انا بعمل مثلا مدينه سكنيه مثلا، عميل معين مدينه سكنيه، وانا داخل مدينه سكنيه دي،
هلاقي في فاكت شيت للبرشلونه عباره عن ايه؟ هو والله الاريا الفلانيه هتتعمل مثلا مساكن عاديه. خلاص؟ وكل قطعه قطعه من الارض اللي موجوده نسبه المساحه اللي فيها كذا في الميه. الفراغات اللي ما بين كل حد الملكيه بتاع العماره او حد الارض بتاعت العماره وما بين المباني قد كده. نسبه الفوت برينت بتاع العماره قد كده. نسبه الارتفاع قد كده. فكل ده بتحط بايه؟ في حاجه اسمها ايه؟ فاكت شيت. وفاكت شيت ده يعني هو عاده برضو يعني هو مشهور بيبقى يعني نحس بيه اكتر في الايه؟ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في مثلا في الـ في الـ في الحاجات الحكوميه يعني اللي هي اللي بتاخد منها التراخيص والحاجات دي من اول اخرها بيبقى الفاكت شيت موجود، شروط البناء يعني الحاجات دي كلها واخرها. فده الايه؟ الفاكت شيت. انا بقول الكلمه دي ليه؟ لانها هتقابلنا، ممكن تقابلنا كتير واحنا في بالي هي بنحط فيها يعني اوضحها يعني. Study the project elements and fix your breakdown structure. ال بي ام او بياخد بي ام او كومباني او بي ام او اوفيس بياخد البروجكت اليمنتس بقى وبريبير البيان الورك بريك داون ستراكشر بتاعها. يعني ايه الاكتيفيتيز اللي هو عامل ورك بريك داون ستراكشر عشان يوصل ايه يقطعها يعمل الاكتيفيتيز بتاعتها وايه ويعمل حساباته يعني يقول هو هيصرف كام على ايه يعني هو يعني كل الكلام ده كله اخره هيبقى عنده كونستراكشن هيبقى عنده بلاننج هيبقى عنده كونتراكت مانجمنت هيبقى عندنا حاجات كتير قوي. فخلينا ايه واحده واحده برضه هنتكلم على الكلام ده كله بعد كده. Study the different activities required for the project for the different project phases. يعني الاول الليفل الاولاني هيبقى ايه؟ project phases اللي هيعدي عليها مين؟ اللي هي الفيرست ليفل. كل project phase من دول لها بقى ايه؟ لها resources عشان تخلصها. هيعمل ايه؟ بريك داون الفيرست لاين هتحط التايب اوف ريسورسز. التايب اوف ريسورسز ممكن تنزل بعدها لحاجات الليفل الثالث لغايه ما يبقى ايه يوصل لنقطه ان كل بلوك على كل يعني مش عايز يعني بلوك دي كنت فاهم انها بلوكينج لا يعني كل مربع او مستطيل عنده في الروك بريك داون ستراكشر بيمثل ورك باكج او بيمثل اكتيفيتي زي ما بتقول. Do a preliminary time schedule for project management activities according to the total project duration. بيعمل ايه؟ Preliminary time schedule for project activities according to the project duration. احنا هو حول كل المسؤوليات بتاعته بلوك كورك بريك داون ستراكشر او بيدرس كانه بيدرس مشروع بالظبط. ان هو بيحوله لايه؟ للتوتال بيعمله بيدرسها بقى كاكتيفيتيز. ليه الكلام ده؟ برضه دي نقطة مهمة جدا ونحب برضه نشير لها. هو انت دلوقتي احنا لما بنعمل مثلا سي انا بعمل الهيكل التنظيم بتاع اي مشروع. انا بعمل الهيكل التنظيم بتاع اي مشروع بحط هنجي على فكره الموضوع برضه هنعمله ان شاء الله. ازاي تعمل هيكل تنظيم المشروع والديفرنت فانكشنز اللي فيه وبتعمل ازاي واقوله ايه من اخره ايه الموضوع برضه جميل جميل جدا وهتلاقوه برضه سهل زي الكلام اللي احنا بنقوله كل ما اقول اخره. بروجكت مانجمنت ده من اسهل العلوم اللي خلقها ربنا واقربها للنفس وربنا خلقنا تالنتد للبروجكت مانجمنت بس احنا يعني ايه محتاجين نحطه في شكل يعني ايه علمي عامل شويه. دو بريمير تايم سكيدول اعمل تايم سكيدول بريمينري. انا مش بتكلم حتى مش يعني لو عملوا بريمافيرا حلوه قوي عملوا ام اس بروجكت حلوه قوي عملوا بالفاست تراك ماشي عملوا بالشوت تراك ماشي عملوا بايده ماشي يعني برضو احنا هنتكلم ان شاء الله على مشروع رحله هنعملها هنحط الكلام بتاعه وهنحسبها بايدينا. يعني اي بروجكت مانجر لازم يعرف يحسب الديوريشن بتاع البروجكت بتاعه ويعرف ازاي يحط الريسورس عليها مانيوالي يعني 30 40 مثلا اكتيفيتي ازاي يعملهم ازاي يعمل الورك بريك داون ستراكشر هنعمله بايدينا بايدينا ودي يعني دي من فضل الله سبحانه وتعالى. حتى ايام كنت بدرس في المبادره زمان كنت اول لازم اخلي الناس تحل الموضوع بايدها الاول وبعدين اقعدها على ايه على الـ على الـ على الـ على الباكج نفسه بتاع ايام ما كانت بي بي 3 دلوقتي بقت بي 6 ما شاء الله وكذا فيرجن دلوقتي بقت يعني دنيا. فايه فلازم يبقى يعرف يعمل تايم سكيدول ويعرف الريسورس الوكيشن بايد يعني كده. فايه according to the total project duration calculate and define the required resources for the project management activities.
هنلاحظ حاجه، ان احنا مثلا سي ان احنا بنبتدي البروجكت بتاع الكونستراكشن، هتلاقي الهيكل التنظيمي كامل. انما انت بتحتاج مين في الاول؟ الريسورسز هتتحط مع كل اكتيفيتي. انا داخل اول حاجه بعملها بستلم الموقع، ومثلا بعمل اعمال مساحيه، وبعمل مثلا الموبيلايزيشن بتاع المكاتب والمخازن والمخازن الاخيره. برضو في لقاء واضح هنشرح فيه ازاي تعمل الكلام ده كله. دي برضو ان شاء الله من الحاجات الجميله ان شاء الله، ان شاء الله ربنا اذا حيانا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى وهحتاج مثلا ايه الحفر في الاول خالص، يعني تحديد الكلام واعمل الاسوار، كان هحتاج حفر. هل انا محتاج كل المهندسين بتوع الموقع؟ انا ممكن احتاج مهندسين بتوع ايه؟ التكنيكال اوفيس، لان هم اللي هيقعدوا بقى ايه يعملوا الشوب دراونز، يحضروا بقى كل الكلام اللي هو هيشغل الموقع بعد كده. فاحتاج، ومش كلهم كمان، لان اللود بتاع الشغل في الاول ما بيبقاش يعني ايه بقد كده. وفي السايت محتاج مثلا وسايت مانجر طبعا لازم يكون موجود معاه، مثلا كونستراكشن مانجر مثلا، ومعاه ايه مساح وملاحظ عشان نوصل لايه للشغل الاولاني خالص. وبيفضل تزيد يزيد يزيد عدد الناس مع الشغل، كل ما يقاب ما يجي مكان يكمل الاجهزه الشرط بتاعه، لغايه في نص المشروع هيبقى في النقطه الماكسيم بتاعته، هتلاقي ايه معاه كل الاجهزه الشرط بتاعته. يا رب يكون الكلام ده واصل. بعد كده هيبتدي برضو في النص الثاني من المشروع هيبتدي الناس تقل، زي الناس تقل، يعني مثلا خلصنا الخرسانات وخلصنا المباني وبيشتغل في التشطيبات، فكل المهندسين بتوع المتخصصين بالخرسانات وبالمباني والكلام اللي هو الايه اللي هو السمنت ورك الاولاني هيبتدوا يبقوا مش موجودين، او موجودين بحد قليل عشان ايه علاج اي حاجه او عمل اي حاجه. هتبتدي نشتغل في الفينشنج، هتبتدي مثلا بناس بتوع الكهرباء، وهتبتدي ناس بتوع ميكانيكا، وهكذا. هيبتدي ايه الناس تقل تقل تقل، وتيجي في الاخر ايه في الاخر خالص هيظل في المشروع مثلا البروجكت مانجر مع الكونستراكشن مانجر مع ايه يعني ان حتى الريسورسز نفسها واخده بيل شيب اللي هو عامل هذا الشكل. ويعني مش ما باجي عشان الواحد ما ايه يعني ما تيجي تعرض لما تيجي مثلا ترسم اداره مشروع وتحط الاورجان شارت بتاع المشروع بتاعك، لازم تفهم الكلاينت او تفهم الناس ان يا اخوانا ده مش من اول مشروع لاخر. دي الورب داون الهيكل التنظيمي ده او الشرط ده في التوب او في الماكسيموم بتاع المشروع، في الماكسيموم بوينت تحت المشروع. انما من الاول بيزيد، في الاول بيبتدي قليل بعدين بيوصل للاخر وبعدين بيبتدي يخس لغايه ما ايه بيجي للاخر. دو ا بريمير تايم سكيد فور البروجكت اكتيفيتيز كالكوليت ديفينس ذا ريكوايرد ريسورسز فور ذا بروجكت مانجمنت اكتيفيتيز. هتتحط الايه الريسورس اللي احنا بنقول عليها دي، الريسورس هنا هتبقى ايه؟ المان باور. انا هو بيشتغل بايه؟ المان باور، بس في الاول كذا، هتلاقي يعني الاسبوع الاول الثاني الثالث الرابع الخامس وهكذا، طبقا للايه؟ للاكتيفيتيز اللي هو هتطلع معاه من الحسابات بتاعت التايم سكيدول بتاعه. طيب calculate the cost of different resources for the different phases. يعني كل فيز من دول هنحط الريسورسز بتاعتها، هحط الكوست بتاعتها، مهندس مدني بكذا، يعني مهندس مثلا الكونستراكشن كذا، الكونتراكت مانجر كذا، الكيو اي كيو سي كذا، الاتش اس اس اي كذا، الدوكمنت كنترول كذا، البروجكت مانجر كذا، وهكذا. يعني كل واحد بحط الايه الكوست بتاع كل واحد واحطها له معايا على الايه على الـ على الـ على الشارت بتاعه، اللي هو طبعا بعد ما بحسبه بحطه على بار شارت، والبار شارت بحط عليه ايه الوكيت الديفرنت ريسورسز. طبعا الكمبيوتر بيبقى اسهل بكتير جدا، لكن لازم انا كمدير مشروع اقدر هذا هذا الكلام في ايدي وابقى فاهمه وعارف هو بيجي منين. Calculate the different required prices to be presented to the client after the discussion with the top management. يعني انا بعد ما احدد هذا الكلام كله بعمل ايه؟ بقعد مع التوب مانجمنت بتاعي في شركتي طبعا اللي بدرس هذا الكلام مع البي ام او، وبعدين ايه؟ اقدم بقى اعمل طبعا هعمل الكوست بتاعها،
زي ما بعمل اي حاجه، اي كوست في اي مشروع او في اي هيراركي يعني. بعمل كوست بتاعه وبحط ايه المارك اب بتاعي. طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده برضه المارك اب ده بيعتمد على ايه، انت عندك شغل ولا ما عندكش، هل السوق ماشي كويس ولا مش ماشي كويس، الناس اللي في السوق مش فاكر احنا اتكلمنا الكلام ده ولا يعني، هنشوف. على العموم يعني ان يعني المارك اب بتاعك مش ثابت، يعني مش هتقول انا بحط مثلا 15% على الكوست بتاعي، لا ساعات بتحط 100% وانت مرتاح جدا لما انت الشغل بتاعك يبقى فيري سبيشال ومالكش منافسين والسوق محتاج شغل ومحتاج كده، انت طبعا هتدور على ايه، على الفايده بتاعتك يعني. وممكن يبقى زيرو ويبقى انت الكسبان. ليه؟ لان انت لو ما خدتش الشغل بزيرو مارك اب هتلاقي انت بتدي للناس بتوعك فلوسهم من عندك. للاسف شركات كتير ونظم كتير، وللاسف غالبيتها في الغرب، في الغرب في الغرب للاسف للاسف، ان هي بتيجي عند الحاجات لما يحصل كرايسيس او يحصل حاجه زي كده بيعملوا ايه؟ بيروحوا جايين مطلع قرشين الناس كلهم من اول من اخر. شرق اسيا ما بيعملوش كده، شرق اسيا ما بيمشوش حد، بيتصرفوا بحيث ان يعني الناس بتبقى مرتبطه بيهم يعني. prepare the offer to the client incorporating the PMO condition activities. بحضر بقى الاوفر بتاعي اللي انا هقدمه للكلاينت، incorporate the PMO conditions، وبحط لو عندي اشتراطات بحطها. يعني المشروع بتاعي مثلا سي ان هو مدته مثلا نازل في الاوفر مثلا ب 12 شهر، انا ممكن اخلصه في 11، هقول انا هخلصه لك في 11 والكوست هيبقى كذا. يعني ان احط كل الايه الشروط اللي عندي، او انت مثلا يعني ايه بيحط له اي كونديشنز وبيحط كل الديتيلز بتاعته. سبميت ذا اوفر تو ذا كلاينت، هنا بقى بقدم الاوفر زي اي مقاول ما بيتقدم او زي ما اي استشاري ما بيتقدم، بيقدم الايه البي ام او. يعني هو البي ام او هنا وحده يعني قائمه بذاتها او شركه او مكتب اللي هو ايه قائم بذاته، يعني بيدي خدمه ايه اداره المشروعات. طبعا اداره مشروعات او اداره بروجكتس يعني 3 بيز، يعني اللي هي يا اما بروجكتس يا اما بروجرام يا اما بورتفوليو. يعني الكلام ده كله ممكن يطلب بي ام او، يا اما البروجكت يا اما البروجرام يا اما الايه البورتفوليو، وكل واحده لها ليفل ولها شروط ولها يعني ايه يعني دراسه معينه يعني، بس هم كلهم في الاخر واحد يعني. Meeting with the client for discussion and negotiation. ممكن الكلاينت بقى يوافق تكنيكالي، شايف ان ده الناس دول كويسين وممتازين وكل حاجه، وهو مثلا سعره كويس او سعره لو اقل سعر خلاص هيقعد. لو هو لان يعني عاده دي حاجه احنا لاحظناها من صغرنا من اول ما اشتغلنا، ان يعني دايما بتلاقي فيه ناس يا اما بتحط الاسعار تحت قوي، احنا ما عندناش شغل، فبيبقى عندك تعرف زي الابر ليميت واللور ليميت، ابر ليميت واللور ليميت في الستاتستكس، خط فوق وخط تحت، فبيبقى فيه بوينتس الفاليوز بتاعت كل بوينت من دي، اللي بيبقى فوق الابر ليميت واللي تحت اللور ليميت ده انا اوتوماتيكلي انا كراجل طارح عمليه او طارح مشروع او اي حاجه بعمل ايه؟ بستبعدهم. طبعا اللي فوق لانه غالي، اللي تحت لانه ضارب في الارض علشان حاجه معينه سبب معين. انما بيبقى في كده مجموعه في السنتر جوه بين التوب ليفل واللو ليفل، وبختار من دول وهم دول اللي انا ايه بقارن ما بينهم. فهنا بنعمل ايه؟ الكلاينت بقى بيجيب ايه؟ اللي هو اللي لقى احسن اوفر تكنيكالي وفاينانشالي، ويقعد بقى يناقشه بقى ويتكلم معاه ويشوف ده ايه ودي كذا ايه ودي كذا ايه ودي كذا ايه. وعلى فكره الحاجات دي يعني بتحصل بمنتهى الشفافيه، يعني انا شخصيا بس الكلام ده في اوائل يعني في اوائل الالفينات 2001 2002 كان شغل، كان احنا كنا في مصر كنا بنيجي نقدم في شركات مثلا اجنبيه، مش عاوز اقول اسماء يعني، انما كنت عادي خالص يعني اقول للمهندس مثلا الراتب المهندس كذا او المهندس مثلا انا بديله كذا وانا عايز منك كذا، هو بقى ملوش دعوه، ده انا بعمل له تامين صحي، بعمل له
تعمل لها كارت معيه، بعمل له خدمات سيرفيسز، معاش، وكل الكلام ده من الاول لاخره. فانا بقول له والله المهندس ده بياخد في ايده كذا، بيبقى طالب، في ناس بتبقى طالبه، في ناس بتبقى طالبه، اعتقد كانت شركات فرنسيه اللي كنا مع بعض فيها. فاللي عايز اقوله يعني ايه، ان الشفافيه على غير الناس ما هي فاكره، يعني الشفافيه مهمه جدا بين الاطراف، وبعدها بين الاطراف وبعضها، خصوصا اللي هيشتغلوا مع بعض. يعني ما ادخلش مثلا انا بي ام او ادخل ادعي حاجات انا ما اعرفهاش، لا. يعني لو قال لي مثلا انا عايز اشتغل بالاجايل، لو انا ما اعرفش اجايل واشتغلت كويس وعملت كويس، ما احطش نفسي في الموقف ده. يبقى لازم يا اما اجيب ناس بتفهم في الاجايل واخليها تدير المشروع واعمله. لو الناس عايزه تشتغل مثلا حاطه كونديشن بتاعتها انا اشتغل بالبيم، يعني البيم ده مثلا ما اجيبش واحد مثلا قرا عن البيم شويه او عمل له يعني موديل مره ولا اثنين ولا ثلاثه، لا، لازم اجيب واحد متخصص في هذا الكلام. يعني القصد ان يعني ايه، ما ادعيش لنفسي حاجه، تبقى الناس تبقى فير وتبقى شفافه علشان يبقى الشغل يمشي منتظم، والمتخصصين بيفهموا بسرعه. خلي بالنا من الحته دي. يعني لو انت بي ام او وتدخل، لو اتكلمت قدام مثلا كلاينت كلام يعني مش يعني اكبر من اللي انت عارفه، بيتناقش معاك ويكلمك وبيبان، يبان. يعني احنا يعني ياما عدى علينا، كنا برضه في دول الخليج، كنا عشان نعين، كنا مش مع الحكومه يعني، كنا عشان نعين مثلا في كونسلتنتس، كنا بنعمل ريكوست فور يعني ريكوست عشان يقدموا يعني الاسعار بتاعتهم، كنا بنضطر ان احنا كنا بنعمل انترفيوهات للمهندسين عشان ياخد شغل يعني من الحكومه يعني وكده. فكان ساعات يقول لي مثلا والله انا ناس بتوعي في امريكا. طيب ماشي يا عم، خلاص نشتغل، نعمل لهم الانترفيو ونبتدي نتكلم معاهم. يقول لي ده انا شغال بالسيكس سيجما. ماشي، طب ايه يعني السيكس سيجما؟ يعني من وجهه نظر حضرتك، واخد بال حضرتك ازاي؟ يقول لي بس انا ناسي علشان مش عارف ايه. ده الكلام ده في اوائل العشرينات يعني. ده انا بشتغل مثلا بالتوتال كواليتي مانجمنت. طب يعني ايه توتال كواليتي مانجمنت؟ لا، ده انا نسيت. انا وبعدين طبعا ايه، لان للاسف يعني لازم يعني يعرف يقيم نفسه صح. وعلى فكره برضه دي بالمناسبه، دي حاجه برضه في السيرتيفيكيشنز بتاعت الانترناشونال بروجكت مانجر، لازم الواحد يبقى عارف يقيم نفسه. في احنا لما اتكلمنا على الـ عن الـ 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 في الـ في الـ في, الـ في تاني لقاء اتكلمنا عن الـ 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 competences. لازم كل واحد يعرف يقيم نفسه كويس قوي، هو يعرف ايه وما يعرفش ايه، وهو يعني ايه مدى يعني فهمه وشغل البروجكت مانجمنت. وده موجود، النقط اللي كانت موجوده كلها ومحطوطه بوضوح، بس عايزه ايه يعني شويه. يعني احنا كمان مثلا لقاء او لقاءين ولا حاجه، انا عايز كل واحد تابعنا يعني من الاول يدخل برضه على الكومبيتنس دي ويشوف. احنا قلنا هم ثلاث حاجات، ثلاث كومبيتنسز، اللي هو الايه؟ البرسبكتيف والبيبل والبراكتس. ويبص ويقارن يشوف ايه اللي كسبه من اللقاءات بتاعتنا دي، وهيلاقي ان الدنيا يعني اختلفت معاه وتغيرت معاه. الحاجه طبعا مش هتلاقي كلها ماشيه، لكن هلاقي نفسه في حاجات دخلت معايا يعني. دي فكره برضه جاتني، ان يعني ان احنا برضه ايه، عشان نحس ان احنا مدى استفادتنا من اللقاءات اللي احنا بنعملها مع بعض. واللي عايز اقول لكم ان انا بستفيد منها اكتر منكم يعني. سبميت ذا اوفر تو ذا كلاينت. احنا قلنا ايه؟ البي ام او كذا، ميتنج وذ ذا كلاينت فور ديسكشن اند نيغوشيشن، حصل على نيغوشيشن. بعد كده هنيجي هنا بقى ايه؟ سيتل ذا فاينل برايسز اند كونديشن وذ ذا كلاينت. انا عجبني البي ام او ده، التكنيكالي كويس، البرايسز بتاعت الكوست بتاعه، البرايسز بتاعته كويسه. فايه بقى ايه؟ بسيتل معاه بقى الفاينل برايسز، ان انا مثلا قدرت احصل منه على، بس انا في رايي ما اضغطش يعني. هي طريقه بتبقى يعني ايه، مش عايز اقول، مش عايز اسميها مسمى مش حلو يعني، لكن ما دام هو عمل كده عرضي وطلع خلاص، تدي زي مسابقه بالظبط. زي واحد كان في سباق وطلع الاول، تقول له مش هدي لك الجايزه الا لما مثلا تجري لي كمان شويه، او تقوم لي كمان شويه، او يعني ايثيكلي
مش حلوه، لكن هي بتحصل كتير، تبعت قاضي يروح محولينها للممارسات بعد كده. بس دي في كيس واحده بس، لو حسينا ان مثلا ان الـ ان الـ 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 الناس اللي جايه متفقين مع بعض، دي الحاجه الوحيده اللي هي ممكن تخليني ككلاينت يعني، لان طبعا بتبقى مفهومه بالخبره، مفهومه يعني ببقى عارف ان هم كلهم مثلا خمسه سته اتفقوا مع بعض، والاقل سعر فيهم هو اللي هياخد، هيوزع عليهم ايه نسبه معينه او حاجه. فدي طريقه طبعا يعني، يعني اكيد قابلتكم طبعا قبل كده للناس اللي اشتغلت. فانا وانا كلاينت بقى، وانا بحلل، عشان كده الكلاينت لازم يبقى مستوى عالي، ولازم عنده خبره، ولازم يبقى عارف هو ايه بيفتح المصاريف ازاي، بيقيم ازاي. وفي برضه طرق تقييم برضه للكونسلتنتس، طرق تقييم للمقاولين، دي ان شاء الله باذن الله تعالى هنجهز عليها برضه برزنتيشن هنتكلم عليها ان شاء الله فيوتشر ان شاء الله. Prepare the contract with the client including any revised prices and conditions mutually agreed with the client. انا ممكن وانا بي ام او وقعدت مع الكلاينت ولقيت راجل متفاهم وراجل محترم وراجل مثلا هيديني مستحقاتي، يعني مش هياخر يعني، انا لو بقدم مثلا بيل ولا حاجه هيخلصها مثلا في اسبوع في 10 ايام ماكسيموم، ممكن اتنازل شويه انزل نص في المية انزل 1% ولا حاجه. انما عاده للاسف في ناس، بعض الناس يعني بتطمع وبتبقى يعني ايه، وفي الاخر ما الموضوع ما بينجحش، يعني المشروع ما بيبقاش ماشي كويس يعني. Start the implementation of the project management activities. اخر خطوه هبتدي الامبلمنتيشن بتاع البروجكت مانجمنت اكتيفيتيز. فين بقى؟ في الفيز اللي جايه. الفيزيبيليتي اند ماركت فيز ستاديز، ذا بروسيسز تو ريتش ذا فيز اوتبوتس. انا في، احنا اتكلمنا قبل كده، في فيزيبيليتيز كتيره. اولهم التكنيكال فيزيبيليتيز، لازم يبقى واحد تكنيكال. الفاينانشال فيزيبيليتيز لازم يقوم بيها واحد يا اما تكنيكال وفاهم فاينانس كويس قوي، في مهندسين كتير قوي دلوقتي، في مهندسين، في مهندسين دخلوا كليه التجاره وشغالين في الفاينانس، في مهندسين دخلوا كليه الحقوق وبيشتغلوا في الكونتراكت مانجمنت وفي الكليمز وفي الكلام ده كله من اول لاخره، وفي مهندسين لا دخلوا كده ولا دخلوا كده، انما شغلهم ودراساتهم والكلام ده كله من اول لاخره اهلهم ان هم يقابلوا هذا الكلام وخبراتهم ودرسوا برضه، لازم يدرس، مفيش حاجه اسمها، مفيش حاجه بتيجي كده، لازم اكون دارسها وعارفها ايه وبعملها كويس. طيب هنتكلم عن البوست تو ريتش ذا فيز اوتبوتس. Prepare request for proposal for consultants for the pre-feasibility, feasibility and market studies. دي لكل نوع من الانواع. لو واحد بيعمل لي traffic impact study، لو واحد بيعمل لي environmental study، لو واحد بيعمل لي technical feasibility، يشوف لي الكاش ان والكاش اوت ويشوف لي الفيزيبيليتي بتاعت المشروع شكله ايه. لو يبقى كل واحده من دول دي ايشو. سن ايشو. انا ك بي ام او بعمل ايه؟ بعمل ريكوست فور بروبوزل، اللي هو ايه، طلب بروبوزل، طلب يعني كراسه شروط مثلا، او ريكوست فور بروبوزل هي يعني ايه، ريكوست طلب للحصول على بروبوزل، على هي بروبوزل مقترح او اسعار، او يعني للكونسلتنت فيزيبيليتيز، كل الانواع، اي واحده من دول بقدر ما استطيع مثلا. ولازم يكون حاجه بقى بليفل معين، يعني كل مشروع على قد حاله. يعني لو انا مشروع مثلا الرينج بتاع 10 مليون 15 مليون 20 مليون، يعني تبع حجم المشروع وتبع اهميته وتبع حساسيته بنشتغل بيه. يعني ممكن يبقى مشروع مثلا بمليارات، ما هو ده لازم يبقى يتعامل دولي، مش اي حد يقدر يعرفه. او لو لجأت لللوكال كونسلتنتس، لازم الاجئ لناس هاي كواليفايد واعمل لها اسسمنت مظبوط، وعشان النتائج تبقى مظبوطه. Receive the different proposals and do the comparison sheet and choose the best offer. ده
عادي يعني، برضو زي اي مقاول يعني، لان الكونسلتنتس دول مقاولين لكل واحده من دول. يعني فايه الديفرنت بروبوزلز، وبقارن بقى بين الكلام ده، بعمل كومباريزن شيت ما بينهم واحط الكونديشنز بتاعت كل واحد منهم. وبرضو دي كل واحد منهم بيبقى عنده تو انفلوب، واحد تكنيكال في الاختصاص بتاعه، تكنيكال مع تكنيكال في الفاينانس، تكنيكال في الانفايرمنت، تكنيكال في اي حاجه، في اي حاجه من الحاجات دي كلها، من غيرها ان هو خبراته فين التكنيكال اللي هو تؤهله ان هو يشتغل المشروع ده، والايه وبعدين البيست اوفر بقى الكوست اللي هو هيطلبه نتيجه الخدمه اللي هو هيقدمها. Prepare contracts for the feasibility and market studies. بحضر الكونتراكتس بقى لايه؟ لكل واحد من الناس دول. الساين كونتراكت، يعني شو بقى الكلام ده كله بيعمله مين؟ البي ام او. المفروض انا اصلا اللي بيعمله المالك، فلو المالك is not able or doesn't have the team to do such activities، يبقى لازم ايه؟ He has to hire the PMO. او يعني في صرفه كتير، بس البي ام او اسهل حاجه. بجيب واحد واقول له انت مسؤول، وعلى فكره مهما صرف على البي ام او، لو هو is not able or doesn't have experience to run his project، لو جاب بي ام او مظبوط he will gain a lot. ومينيمم هي ويل نوت لوز، هي ويل جين، هي ويل جين. ساين كونتراكت، انا ما بعملش ده اي حد، انا لا عندي بي ام او ولا اعرف حد عن بي ام او عشان اقول له على حاجه. ساين كونتراكت، خلصنا الكلام ده كله، وصلنا بقى للاحسن، للبيست اوفر زي ما اتكلمنا قبل كده على والبي ام او بياخد الشغل. هن ايه هن هن بريبير الكونتراكت بتاع كل ايشيو من الايشيوز دي، وبعمل الكونتراكت بتاعه. مارت امبلمنتيشن اوف ذا فيزابيلتي اماكت ستاتس، بيبقى بقى ايه؟ احنا قلنا بنطبق بقى الايه يعني بنتابعه بقى المونيتورنج. بيبقى يعني بيقدم مثلا حاجه في الاول اللي هو بريليمينري ستاتس، تبع بقى مع الشروط بتاع كل حاجه من دول. بنتابع مثلا الشغل اللي هو عامله في التايم اللي هو عامله. وطبعا البيست واي، انا رايي الشخصي البيست واي ان اي شغلانه لازم يبقى لها ويكلي ميتنج تو مونيتور اند تو تشيك وير وي ار. مهما كان المشروع كبير ومهما كانت مدته طويله، الويكلي ميتنج هام جدا جدا جدا. في الكونتراكتنج الديلي ميتنج، مش الويكلي بقى، لازم في ديلي ميتنج في اي كونتراكتنج، وده هيبان لنا بعد كده ان شاء الله، وهنعرف الكلام ده كله يعني. مارجن بريبريشن اوف ذا فيزيبيليتي اند ماركت ستادز، اوتبوتس اوف ذا فيزيبيليتي اند ماركت ستادز، هيبقى في الاوتبوت بقى للكلام ده من اول لاخره. هنا يعني ممكن، طب في فيزيبيليتي من فيزيبيليتيز، البري فيزيبيليتي بتطلع لي حاجات، بتطلع لي. طب لو انا دلوقتي لو جيت الاوت بتاع الفيزيبيليتي ما طلعتش كويسه، ما طلعتش فيزيبل، اقوم ارجع لايه بقى؟ دلوقتي في احنا عارفين الفاليو انجينيرنج. عشان كده انا رايي الشخصي الفاليو انجينيرنج يعني كان في دايما بيخلي حتى بيني وبين ناس فاليو انجينيرنج زمان، بس دلوقتي اتس جوين جود. الفاليو انجينيرنج بيبقى مرافق للمشروع من اول، مجرد عمل البري فيزيبيليتي لازم يكون في فاليو انجينير، لان في المرحله دي لو في واحده من الفيزيبيليتيز مش اوكي، مش اوكي، بس يعني مثلا انا عمل 8 9 دراسات ولا حاجه كلهم اوكي، وفي واحده مثلا او اثنين مش فيزيبل، اجيب بتوع الفاليو انجينيرنج ونقعد بقى نتكلم ونشوف نركز على الحته دي مؤقتا. يعني الفاليو انجينيرنج بعد كده هيجي اسرع. يعني الفاليو انجينيرنج انا رايي الشخصي ان هو بيمشي مع البروجكت، ما بيسيبوش زيه، زي لو انا بعمل جرين بيلدينج والسستينابيلتي، لازم يبقى عندك لو انت البروجكت بتاعك مع الليد مثلا او مع السستينابيلتي رولز، لازم معاك في الاون سايت ناس بتعمل هذا الكلام وبتتابعه وبتعمله. فلو انت عايز تعمل كلام صح يبقى انت بتاع طبعا ده كلام ممكن ناس متخصصين ناس كده تقول لك ده الراجل ده يعني ايه ما بيتكلمش صح، ده مش اكوردنج للكتب. في ناس ماسكه ان لازم مثلا الفاليو انجينيرنج يتعمل بعد ما اخلص
الكوستنج وخلص كلام ده كله، اخر شيء اقل الاسعار باسعار وكان يقول لا. انا رايي الشخصي ان لازم في هنا في المرحله دي في الفيزز او الفيز الاولانيه لازم يكون في فاليو انجينيرنج، عشان لو اي حاجه وقعت او حاجه ما كانتش يعني ايه at the same level of other feasibilities، يبقى ايه الفاليو انجينيرنج جاي ندخلها بحيث ان احنا ندرس بالظبط ايه الحل بتاع الموضوع ده. لان الحل الثاني ان انا الغي المشروع لو هو is not feasible في حته معينه. موضوع يبدو صعب، لكن مفيش حاجه صعبه في الدنيا اما بيتعملوا بريك داون صح لاي فكره او لاي حاجه، واناليس صح ماشي بشكل علمي وبشكل عملي وبشكل متخصص وفي ايد ناس متخصصين. Use the outputs of the feasibility and market studies as inputs to the design phase. خلصنا كل ده، ناخد الداتا بتاعتنا ونحطها فين؟ في الديزاين فيز. طيب ديزاين فيز الكلام اللي هقوله ده كله اللي جاي هتلاقيه كلنا عارفين، كلنا خصوصا الناس بتعرف في سواء في اي نوع من انواع المشاريع، بس احنا هنتكلم على ايه؟ شيء ان احنا بنتكلم على الكونستراكشن برضه. فاول حاجه في ديزاين فيز ايه؟ كونسبشن اللي هي ايه؟ التصميم بتاع الفكره اللي هو الايه؟ الفكر الاول، بعدين سكيماتيك اللي هي اعتقد بتبقى التصميم تخطيطي او دي 30% او 30% او يعني 30% الكونسبشوال اعتقد، وده 60%، وبعدين ديتيل ديزاين ده 90%، يعني بتساب كده 10% للايه؟ اللي بعد كده بقى للسب دراونز بقى والكلام ده كله. يعني ما بين 10 يعني في كل واحد له وجهه نظر معينه، لكن هو بيوصل 90% عند الديتيل ديزاين 90 60 30. بخلصنا كلام بقى الديتيل ديزاين بيعمل ايه؟ بتحط الجنرال سبيسيفيكيشنز. يعني الديزاين فيز ده الاوتبوت بتاع الديزاين فيز، السبيشال سبيسيفيكيشنز هتلاقي عندنا ايه؟ الجنرال سبيسيفيكيشنز، وعندنا ايه؟ الجنرال سبيسيفيكيشنز والديتيل سبيسيفيكيشنز. طيب بيطلع الايه؟ البيل اوف كوانتيتيز، البي او كيو اللي بحط فيه كل البنود اللي موجوده في المشروع بتاعي، وبحط فيها الكوانتيتيز، بحط فيها اليونت برايس بتاعته، وبحط فيها الايه؟ ده اللي بيحصل منه بقى ايه؟ الاقرب فاليو للايه؟ للبروجكت. لان برضو دي عشان برضو نبقى فاهمين وعارفين، احنا طبعا احنا كلنا مع بعض، ان اي بروجكت في المراحل الاولى التقريب بتاعه لما بتبتدي تدرس الحاجات المراحل الاولانيه مش اقل من 25% تقريب، 25 30% كمان طبقا لطبيعه المشروع وطبقا لمعرفه اللي بيدرس وخبرته. انما طول ما هو ماشي بيتقل تقل تقل لغايه ما يوصل عند الـ عند الـ بيعمل يعني ما بيوصل للمقاول بيبقى التقريب بتاعه لا يزيد عن 10%. يبقى خلاص يعني الحاجات بقى اي حاجه بتيجي بقى سام فاريشنز سام حاجات من هذا القبيل. اتكلم على الكوست، خلي بالك الجنرال كونديشنز والسبيشال كونديشنز ريكوست فور تندر. يعني الريكوست فور تندرز دي اللي هي ايه؟ ان انا بطلب اجيب اسماء المقاولين المتخصصين اشوف انا هعمل في ايه. لو انا هعمل لو ممكن اقسم المشروع نفسه مثلا خرسانات ومباني زي ما قلنا الكتريكال لوحده، وبعد كده ميكانيكال لوحده، بعد كده ممكن يتعمل لاندسكيبنج لوحده تبع بقى انا بقسم ايه بعمل ايه. بعمل البروكيورمنت لوحده مثلا لو في شيلرز، لو في اي جنريتورز، لو في اي اجهزه خاصه في اي حاجه بيتعمل لها برضه ايه. وده هنا بقى ميزه البي ام او برضه ان هو ايه ممكن يعمل بريك داون ده وبيخليك تاخد يعني تروح جاست تو ذا ايه تو ذا فاكتوريز. يعني انت ممكن تاخد الحاجه من الفاكتوريز على طول او من الاوريجن بتاع الايه الحاجه. انت بتوفر بقى على نفسك كل المارك ابس اللي بيطلع من اول المصنع لتاجر الجمله لتاجر القطاعي. طيب في الديزاين فيز بقيه الريكوست فور بروبوزر كود بي اتشيفد ان 3 سب فيزز. يعني كونسبشوال ديزاين في مصممين كتير جدا معماريين او غير معماريين بيقول لك انا بعمل كونسبت بس. يعني في ناس في العالم كله اسماء كبيره بقى يعني زي حديد الله يرحمها والناس اللي هي في هذا المستوى يقول لك بعمل كونسبشن،
انا مش هقعد اعمل سكيماتيك بقى وديتيل ديزاين والكلام ده كله، وقت يعني اسمن من كده، وان انا اشغل وقتي بان انا اقعد اراجع المهندسين بقى بيعملوا سكيماتيك ديزاين وديتيل ديزاين والكلام ده كله. لا، انا بقى كونسيبشوال ديزاين وباخد ايه يعني فلوس على فكرتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومشاريع كتيره جدا طبعا، الماجورتي بقى اللي هي المشروعات العاديه بتبقى ايه؟ بتبقى كله مع بعض، الكونسيبشوال ديزاين مع السكيماتيك ديزاين مع الديتيل ديزاين والايه والتندر دوكيمنت بريباريشن. التندر دوكيمنت بريباريشن كنا بنتكلم عليه في الايه في السلايد اللي قبل كده. وبرضه عشان نعرف برضه حاجه مهمه جدا، ودي برضه ايه بنحب برضه نوضحها في لقاءاتنا ونوضحها برضه في قعداتنا مع الاساتذه الكبار زي حضراتكم. في ناس كتيره جدا بتعتبر ان الجنرال كونديشن والسبيشال كونديشن دول هم دول العقد. لا لا، يعني الفيدك ده مش العقد، يعني الفيدك ده الفيدك مش عقد، الفيدك ده صيغه العقد. الجنرال كونديشن والايه والسبيشال كونديشن بتاعت العقد. انما البي او كيو الدرونز سبيسيفيكيشن سبيشال سبيسيفيكيشنز الرسائل اللي رايحه جايه، كل الكلام اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، كل ده على بعضه بيكون العقد. يعني مش يعني انا بسمي عقد اقول فيدك، لا، عشان الجنرال كونديشن والسبيشال بتاعته فيدك، انما لازم معاك كل الحاجات الثانيه. وكل الحاجات الثانيه دي كل مجموعه حاجات كلها ست سبع ايتمز دول بيكونوا العقد. انا بحب برضه بحب نقول الكلام ده عشان برضه ايه تصحيحا لناس كثيره بتعتقد ان لما بقول فيدك او لما بقول العقد البريتش او اي نوع من انواع العقود او بي او تي او بي او تي او 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 بي 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 او اي حاجه، لا، دي مسمى للجنرال كونديشن وللايه وللسبيشال كونديشن، مش انما كلمه عقد نصا بشكلها العام او بشكلها القانوني هو مجموع المستندات والشروط اللي بتكون العلاقه ما بين طرفين. The processes to reach the phase outputs used in the feasibility and work study phase shall be applied to reach the outputs of the design phase. The processes to reach the phase outputs used for in the feasibility and work study phase study shall be applied to reach the output of the design phase. ان انا كل المخرجات بتاعت ال feasibility and work studies اللي هي الفيز اللي كانت قبل كده بتتاخد وتستخدم معايا في الديزاين فيز. لما بعمل مثلا ترافيك ستادي، ترافيك ستادي بعرف بقى بفهم وبعرف ايه تاثير مثلا المبنى اللي انا بعمله او المشروع اللي انا بعمله على الـ على الـ على الترافيك، واثر فيه بقى بشكل او باخر، اعمل ايه اودي ازاي، او مثلا اعمل جراشات فين، او اعمل سيركيليشن ازاي، او اعمل طرق ازاي، او اقسمه ازاي، او اقلل الانتنسيتي بتاعته قد ايه. يعني كل الحلول بتتحط بناء عن ايه؟ عن ال 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 feasibility phases. يعني the art of design phase shall be used as inputs for the procurement phase. هنا دلوقتي بنقول بقى بايه؟ هنا دي بقى المخرجات بتاعت الـ design phase اللي هنتكلم عليها، اللي هي البي او كيو، المواصفات، الكلام ده كله من اول لاخره. هيدخل فين بقى؟ في البروكيرمنت فيز. احنا قلنا البروكيرمنت فيز دي عباره عن ايه؟ اللي انا هعمل فيها البروسيدرز بتاعتي او البروسيسز بتاعتي، ان انا اوقع ان نتيجته هتبقى توقيع عقود مع كل متخصص، سواء مقاول، سواء مكتب الشرع التنفيذ، سواء سبلايرز اللي هو اللي هيخشوا بقى ايه المشروع يشتغلوا فيه بايديهم بقى عشان يطلعوا ايه الفاينل برودكت. The consultants request for proposals and contract could incorporate the construction supervision activities. يعني الديزاين ال consultant اللي عمل الديزاين ممكن ياخد ال construction supervision activities. احنا على فكره شبابنا زمان قوي كان كده، يعني كان يعني انا بتكلم على شبابنا ده من زمان عشان ما تتخضوش، بس يعني واخدين بال حضراتكم، كان المهندس الاستشاري بياخد الديزاين، بياخد الدراسات وبياخد كل حاجه، بس ما كانش الكومبلكس بقى زي دلوقتي، ولا كانت الايه حجم البروجكت زي دلوقتي. فكان ايه كونسلتنت واحد بياخد الشغل وبايه وبياخد لغايه ما يسلمه فاينل برودكت للعميل.
انما دلوقتي طبعا لا، ما عادش ينفع، وبيفضل تماما دلوقتي مع الكومبليكيشنز ومع المانجمنت ان يبقى الديزاينر حاجه والكونستراكت سوبرفيشن حاجه تانيه، بس نتعامل صح. لان برضو ما ينفعش برضو الديزاينر ده، ده راي شخصي برضو ده، انا بقى يعني معلش انا احيانا بقول ان ده راي شخصي. في اماكن كتير جدا بتخلص الديزاين تاخد منه الاوتبوت بتاعه تديله فلوسه تشكيل منك مع السلامه. لا، انا رايي الشخصي ان لازم الديزاينر يبقى متواجد لغايه المشروع ما يخلص فاينالي، لغايه اخر يوم في الفاينال هاندينج اوفر، لان الديزاينر هو صاحب الرؤيه وصاحب التصميم صاحب الاخره. لازم يقول تواجد بشكل او باخر. انا مش بقول اغرمه وقته اضيع وقته واخره، لا، بالمقابل ان يظل ارتباط الديزاينر بالمشروع بتاعه لغايه ما يتسلم، حتى لو في سوبرفيجن من واحد تاني. لان برضو لو في اي بروبلم، في ناس كتير بتيجي في السكه يقول لك لا ده اصل الواجهه دي مش عارف ايه، في ناس تقول لك اصل الحديد تقيل قوي، واحد تاني يقول لك ده اصل، يعني يقعد ايه يعني كل واحد بيحط وجهه نظر، فيبقى الديزاينر نفسه موجود عشان يقدر يرد، لانه يعني اكتر واحد فاهم حاجته واكتر واحد عارف حاجته، والتواجد بتاعه ده ما هوش مجاني، لا، بيدفع عليه فلوس. طيب انا رايي الشخصي كده، هو طبعا ده الكلام ده مش سيد، في ناس بتعمله وفي ناس ما بتعملوش، لكن انا رايي الشخصي ان لازم الكونسلتنت الديزاينر يبقى ايه موجود في كل الفيز بتاعت المشروع. طيب هندخل بعد كده في الايه؟ في البروكيورمنت فيز. The procurement phase consists of the same processes used in the previous phases. نفس البروسيجر بتاع هناك، but starting by the request for tenders as input with the different outputs from the design phase to be used as inputs for the procurement phase. يعني زي كل اللي حصل بيحصل قبل كده، وزي ما البي ام نفسه اخذ شغل، بيحصل ايه؟ ان كل تخصص من التخصصات، احنا قلنا ممكن يبقى مقاولات متقطعه، يعني اعمل لها بريك داون، ان يتعمل مثلا الخرسانات والمباني، يتعمل بعد كده مثلا الكهرباء لوحدها، بعد كده يتعمل الميكانيكا لوحدها، يتعمل اللاندسكيب لوحده، يتعمل مثلا الفاير فايتنج لوحده، يتعمل سبلاينج لوحده، انا مثلا عندي جنريتورز، عندي بامبس، عندي اي هذه ماشينز محتاجها انا في الاوبريشن بتاعي، يبقى ايه احنا بتمشي بنفس الاجراءات، بنزل شروط مواصفات للموضوع سواء كانت انجينيرنج او سواء كانت بروكيورمنت، وبنزلها للمتخصصين، المتخصصين بتوع كل واحد بيقدم على التكنيكال اوفر بتاعه مع الفاينانشال اوفر، بقارن ما بينهم، بختار اكتر واحد مناسب، بوقع مع العقد. دي البروكيورمنت فيز، فكلهم نفس الاجراء. The output of this phase shall be the contract between the client and the main contracting company. هنا لو هي main contractor خلاص يبقى انت بترتاح، وفي الحاله دي البي ام او برضه بيبقى ايه الدور اللي عليه كويس، ما بيقعدش بقى يجري ورا كل سبلاير ولا بيجري ورا كل سب كونتراكتور ولا حاجه خالص، وهيجي main contractor وياخد يشيل الشيله وبالسلامه. طبعا كل حاجه لها مميزات ولها عيوب، بس طبعا كل واحد دي اراء، وبتعتمد بقى على انت المشروع انت درسته ازاي، الظروف بتاعت المشروع نفسه، الطبيعه بتاعت المشروع نفسه، هل تقبل ان انا اعمل بريك داون لكل الاكتيفيتيز اللي فيه او لكل الايشوز اللي فيه، ولا اديها للجنرال كونتراكتور بقى يكون عنده خبره اكتر ويخلص ويبقى ايه وتمشي الدنيا. يعني ده رايي وده رايي، وده شغل وده شغل. في برضه في الحالات زي كده في حاجه اسمها ديزاين اند بيلد، ان انا بعرض مشروع ديزاين اند بيلد، يعني المقاول اللي هيقدم لي ديزاين، بس في الحاله دي في حاجه اسمها ايه؟ فيد دوكيومنتس، يعني مش بقول له انت صمم زي ما انت عايز ولا اعمل، لا، في فرونت اند انجينير دوكيومنت دي، يعني في مشروعات انا عدت عليا هنا في مصر وعدت عليا في الخليج في قطاعات البترول،
الفي دوكيومنتس دي بتوصف لك كل حاجه، بتوصف لك لون المسمار اللي هتدق بيه الخشب وطبيعته، لكن مش داخل في الديتيلز، يعني معطي لك الايه الشكل العام بتاع الموضوع. وانت كمقاول بقى بتقعد تعمل الديزاين بالكامل، وعاده الديزاين بيبقى ماشي بارلل مع ايه؟ مع الكونستراكشن، ودي احنا عشناها في مشروعات كتير في الخليج. ده بالنسبه لي يعني. هنا في مصر عشته في اثناء بناء فندق معين يعني. طيب the output of this phase shall be the contract between the client and the main contracting company. That procurement. The processes in this phase shall incorporate some interface with the client and the consultant to be as follows. Use the request for tendering to receive different tenders offer. اللي هي أول خطوة. اللي هي request for tendering. يعني كل مقاول بيقدم تندر. خلاص؟ Comparison between الكلام اللي بنقوله دلوقتي. Comparison between different tenders could be shared with the consultant assigned for the project design. الديزاينر ممكن يكون موجود في الايه؟ في المرحلة دي. وأنا رأيي الشخصي مش الديزاينر بس. الديزاينر لو هعين سوبرفايزر غير الديزاينر بيتر، انا رايي بيتر هو يكون موجود في المرحله دي، لان هو اللي هيكمل المشروع مع الكونتراكتور او مع السبلايرز، فوجوده هيبقى اهم جدا برضه، لان هو له وجهه نظر وخبره كامله من الاول لاخر. The comparison sheets have to be submitted to the client for discussion and have his opinions regarding the final settlement of the construction contract. بقارن بين الاسعار وبين التكنيكاليتي بتاعت كل واحد بيتقدم، سواء سبلاير، سواء بيقدم سيرفيس، سواء بيقدم ماشين، سواء سبلاينج حاجه لونج ليد ايتم، سواء اي حاجه خالص، بيبقى ايه ان انا يعني ايه بعمل كومباريزون ما بين الناس كلها وبشوف البيست ايه البيست اوفر. يعني خلي بالك، the best offer is not the least offer. The best offer is not the least offer. The best offer is not the least offer. Offer. يعني مش الرخيص هو اللي بيبقى احسن حاجه، نخلي بالنا. يعني في مثل فلاحي بيتقال عليه ايه؟ الرخيص غالي. وده ميزه بقى اللي بيعمل اللي بيشتغل في فاليو انجينير. اللي بيعمل فاليو انجينير بيعمل ايه؟ بيعمل اللايف تايم كوست. يعني المشروع لو ما مثلا لو هو اللايف تايم بتاعه 25 سنه، بيتحسب الاوبريشن بتاعته هتكلف كام؟ بيتحسب المينتنس بتاعته سواء بريفنتيف او كوركتيف مينتنس كام. عشان كده الفاليو انجينيرنج علم من العلوم الجميله جدا دلوقتي ومهمه جدا. يعني مدير المشروع لازم يبقى عارف برضه يعني ايه فاليو انجينيرنج، ويا ريت يكون مارسها برضه من الحمد من فضل الله سبحانه وتعالى ورزقه علينا يعني غمرنا بخيره وحضرنا برضه الفاليو انجينيرنج. يعني كل الكلام اللي بتكلم عليه ده من فضل الله سبحانه وتعالى عشناه، سواء عشناه في مصر او في الخليج او في حاجات كتيره جدا. عشان كده يعني ايه بنتكلم دايما من على ارض واقع، مش بنتكلم من خبرات او من حكاوي او من قرايات، بنتكلم على الواقع. وده بنديه لزمايلنا واساتذتنا واخواتنا وابنائنا واحفادنا، لايه يختصروا حاجات كتير جدا. يعني اللي احنا يعني مش عايزين نطلع بره الموضوع، بس دي الفكره. يعني احنا لقاءاتنا الجميله دي اللي انا بسعد بيها بيكم كلكم. يعني البروكيرمنت فيز بقيتها discussion and negotiation the best tender offer to reach the maximum benefit and the best conditions according to the client and consultants and the PMO opinion. بيبقى في جلسات بقى، يعني مثلا واحد نظر اقل واحد، بنقعد بقى نشوف ونناقش ونعرف بعد، نشوف التكنيكال بتاعه واقارن التكنيكال وبعدين اقارن الفاينانشال، وبعدين ابتدي بقى نناقش بقى الناس نشوف عشان ايه. لان يعني طبعا انت مش دي مش دي, دي يعني في الغالبيه بتبقى بقى يعني بروجكت بفاليو كبيره، يعني اسيت بيبقى الكوست بتاعها كبير، يعني ببني حاجه بملايين وساعات بمليارات، وباجي في الاخر يعني احنا شفنا بعينينا مدن بتتعمل او احياء، بلاش مدن، احياء بتتعمل وما بتستكنش خالص، بيصرف عليها مليارات ما بتستكنش خالص، بتظل كده لا معموله انفراستراكشر ولا السكن اتعملت. ومش في مصر بس، شفناها في مصر وبره مصر،
ما حدش يقول لي فين ولا ايه ولا ازاي ولا كل ام يعني ايه. انا نسيت عشان بس ايه ما حدش ايه يسال يقول طب فين طب ايه يعني. انما فعلا في بروجكتس كتير جدا اتعملت في الاخر جم لا عرفوا يسكنوها ولا عرفوا يستفيدوا بيها ولا عرفوا وده بيبقى لك ايه؟ lack of studies, lack of project management, lack of quality. Choose the best offer, هنا choose the best offer. Prepare the construction contract between the client and first party and the contractor as second party. يبقى انا بعمل ال PMO بيعمل ايه؟ بيعمل construction contract ما بين client ك first party و contractor as second party. نقطة نحب نقولها هنا. ال PMO اي نعم بيقبض والكونسلتنت خصوصا السوبرفايزرز لان في ناس كتير جدا انا بشوفها لغايه دلوقتي بشوفها ان الكونسلتنت ده قاضي في مكانه. البي ام او بنفس الموضوع قاضي في مكانه مش علشان بيقبض من الكلاينت ان هو يبقى في طرفه لا يبقى في طرف الحق. ليه؟ لان البي ام او المفروض يكون امين ومتخصص وعارف هو بيصرف ازاي وعارف هو بيتصرف ازاي. فما يجيش بقى كلاينت يقول والله دي غاليه قوي وهي مش غاليه يقول له حاضر وبتاع ويروح يجيب واحد يبوظ الشغل وبعدين يجي في الاخر يقول ايه؟ ما هو التاني طلب سعر يعني قال لك السعر وحش او التدخل او الاخر. لا ابقى صادق وفيري فير وابقى بيج ستريكت وبكل الطرق ان انا الكلاينت يفهم ان انا ك ك ك ك ك سوبرفايزر برضه في كتير من المهندسين سوبرفايزرز بيعتقد ان هو ما دام بيقبض من المالك يبقى ان هو مثلا ايه بياخد جانب بتاعه في اي قضيه في اي مناقشه في اي حاجه ويجي على المقاول يكبس عليه ويستغل سلطاته معاه وده مش صح ومش كويس لا لسمعه المقاول لا لسمعة الكونسلتنت ولا لسمعة المالك لأن الكلام ده لو اتعرف عمر الكونسلتنت ده ما حد هيطلبه بعد كده ولا عمر المالك ده حد هيدخل له من المقاولين أو السبلايرز اللي هم كويسين. اللي هيشتغل عنده هيبقى مزنوق هيبقى يعني بيشتغل معاه عشان يدور على أي طريقة إن هو إيه يخطف منه ويجي. فنخلي بالنا البي ام او أو الكونسلتنت ده قاضي في مكانه لا يخلف ضميره ولا يبقى في جانب الكلاينت اللي هو الفيرست بارتي في الكونتراكت. سيجنتشر اوف ذا كونتراكت بين ذا كلاينت اند كونتراكتور مانج ذا امبلمنتيشن اوف ذا كونتراكت. زي ما قلنا الكونتراكت في شروط العامه جنرال كونديشن هو سبيشال كونديشن انما في بقى امبلمنتيشن الكونتراكت يعني ايه؟ يعني الدراونز في دراونز تتطبق صح dimension wise و design wise و circulation wise كل حاجه. في specification general specification وايه و special specification مواصفات العمل والمواصفات الخاصه. في procedures نفسها يعني النقط اللي في الكونتراكت اعمل implementation ازاي؟ امتى بقدم البرنامج الزمني؟ امتى بقدم الكواليتي بلان؟ امتى بقدم السيتي بلان؟ امتى بقدم الكونستراكشن بلان؟ امتى بقدم اللونج ليد ايتمز؟ امتى بقدم الاسبيل درونز؟ الكلام ده كله اخر بيبقى موجود جوه الكونتراكت. فيبقى ايه الامبلمنتيشن دي اوف ذا كونتراكت تعني كل الكلام اللي بقوله ده لو تطبيق كل ما في الست سبع عناصر بتاعت الكونتراكت على تطبيق المشروع وعلى اخراج فاينل برودكت كويس. The output of this phase is the construction contract to start the construction phase by the contractor and supervised by the consultant and managed by the PMO. كل اللي فات ده كله كان عشان ايه؟ شوف احنا بنتكلم بقى لنا قد ايه؟ في phases لسه ما دخلناش في البرودكشن. ما دخلناش في الايه؟ في الفيت بتاعت البرودكشن اللي هي ايه بقى؟ الكونستراكشن فيز. الكونستراكشن فيز دي وزي ما اتكلمنا كنا بنقول دلوقتي هي دي ده الهدف بقى التارجت من كل الدراسات اللي فاتت. وزي ما بنقول زي ما الجود كواليتي كيوميليتيف الباد كواليتي كيوميليتيف بدات الصح وعملت دراسات الصح من فيز لفيز 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 مشروع هيخلص صح وهيتعمل صح.
لو انا بدات غلط او استرخصت او الى اخره، مشروعي نسبه نجاحه لو عرفت احسبها يعني مش هتبقى كما ينبغي، مش هبقى مبسوط في الاخر، وهبتدي بقى ايه القط تهم جزافا على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده. الكونستراكشن فيز دي، وده ما بنقول برضو ان قبل ما نتكلم عليها، ان شركه المقاولات، عشان كده بقول لك احنا بنتكلم على بروجكت مانجمنت. بروجكت مانجمنت فيه سبع فيزز بتبتدي من الفيزيبيليتي. الكونستراكشن فيز ده بتاع شركه المقاولات والسبلايرز. هتكلم على شركه المقاولات واخده شغل على بعضه. شركه مقاول شغل على بعضه بتمشي في نفس السبع فيزز. بمعنى ده مرور سريع دلوقتي، بتعمل بري فيزيبيليتي. يعني دلوقتي نزل اوفر او يعني نزل دلوقتي مشروع عايزين نبني مستشفى في مكان معين، خلاص العميل ده معين، العميل معين. طيب العميل ده البري فيزيبيليتي بعمل ايه؟ بقول والله العميل ده هل هو عميل قوي؟ هل عنده فلوس؟ ادي واحد. هل العميل ده الناس اللي اشتغلت معاه قبل كده ارتاحت؟ او الكونسلتنت، خلي بالكم كمان عشان ايه كواليتي اوف بيبل اللي بيروحوا له. يعني انا في مقاول يقول لك انا ما ادخلش عند الناس دي خالص لانها بتخسر سمعتها، سواء هيئات او سواء عميل. هل ده يقول لك ايه انا اخرب بيت المقاول؟ طب اخرب بيت، خرب بيت واحد اثنين ثلاثه 10، بعد كده لحظه من اللحظات مش هيلاقي حد يعمل له شغل الا اذا كان بصصته بقى بشكل معين وعرفه كويس وفهمه كويس وعارف ان هو ازاي هياخد حقه منه بشكل او باخر، وبالعكس هياخد اكتر من حقه منه. فالاحسن حاجه لكل الامور ان انا ابقى فير وابقى ايه يعني شفافيه. يعني لازم الدنيا تبقى شفافيه. طبعا الكلام ده هيبدو لناس كتير جدا ان ده احلام، وفي ناس بتبتسم دلوقتي وبتضحك وكنا بنتكلم على حاجه مش موجوده. لا موجوده وقابلتنا كتير في حياتنا. في مشروعات مفيش مشروع ماشى بالطريقه دي وما ضمنش نجاحه اكتر من 98%. انما اي حاجه بتحصل تانية من لف او دوران او اختيار غلط او الاخر، ما عداش على الفيزيز دي مظبوطه وما عداش على الكلام ده بشفافيه، عمر المشروع ما بينجح صح. The construction is the phase consisting of the complete achievement of the final products of the project. It starts immediately after the procurement phase. The success of this phase depends on نجاح المرحلة اللي جاية دي depends على إيه؟ تعتمد على إيه؟ The precision, the quality and full completion of the design and procurement phases. دقة وجودة الانتهاء الكامل من مرحلة الديزاين التصميم وبروكيومنت فيز. عملتهم صح بناء على الفيزيبيلتي الصح اللي قبلها، يبقى انا ماشي صح، الكونستراكشن هيمشي صح. And the planning of the activities and the required resources for the smooth operation of the space. Plan of this and the required resources for the smooth operation of the space. المرحلة الكونستراكشن دي مشكلتها فين بقى؟ يعني انا كل المراحل اللي فاتت كلها دراسات، انا ممكن اقطع الورق ما دام ما نزلتش السايت وما بنيتش حاجه وما كلفتش تكلفه بقى الفاينل برودكت، انا ممكن اقطع الورق واعمل الدراسه بتاعتي تاني. انما العيب بقى في الكونستراكشن فيز ان انت بتبني. يعني لو انت عندك اخطاء من قبل كده في اي شكل، سواء في ديزاين سواء في توصيف سواء في اي حاجه، هنا خلاص هتلحقها. انما هنا دخلت وبنيت في الاخر هتلاقي المبنى بتاعك مثلا متوجه غلط. هتلاقي مثلا المبنى بتاعك اتحط في مكان ما انتش عارف تبيعه لان الترافيك اللي عنده محدش عايز يعدي عليه. الدنيا بقى زحمه جدا جدا ومحدش بيوصل. هتلاقي مثلا المبنى اللي انت عامله ده او المصنع اللي انت عامله ده عمل بوليوشن، يعني انفيرمنتالي مش كويس. هتلاقي نفسك المصنع ده ممكن ما ياخدش الترخيص بتاعه خالص لان ما ترعاش مثلا الجرين بيلدينج او السستينابيلتي في التصميم بتاعه او في الانفايرت بتاعه. فالبلاننج اوف ذا اكتيفيتيز اند ريكوايرد ريسورسز فور ذا سموث اوبريشن اوف ذيس فيز.
ان الاكتيفيتيز اللي هشتغلها في الفيز دي، في الكونستراكشن فيز، لازم تبقى لوجيك معموله متخصص، والريسورس بتاعته تبتدي مظبوطه. الريسورس اللي قلنا عليها اللي هي 4 ام، مان باور، ماشينري، ماتيريال، ماني. The management and the procurement of the different resources in its planned time during the construction phase. إدارة وتوريد different resources، بحط المصادر الإنتاج يعني، في الوقت اللي اتخططت فيه during the construction phase. يعني الناس تقول لك ايه، انا عندي مش عارف ايه كام ونش وكم مش عارف ايه وكم ايه وكم ايه اون سايت. يا حبيبي طب عندك اون سايت 50 معده، انما ما بتشتغلش بولا واحده منهم. انا عملت ايه؟ انا بالاستعراض الكلام ده من اول اخره. لا، انا احط في المشروع المواد والخامات المطلوبه في سياسه جاست ان تايم، هنتكلم عليها ان شاء الله لما نيجي نتكلم على اللين بروجكت مانجمنت. جاست ان تايم، ان الماتيريال بتدخل لي وقت وقت التشغيل، ما عنديش مخازن، سواء في الـ 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 لو بشتغل على بروجكت مثلا كونستراكشن او بشتغل على انتاج. يبقى انا وانا بخرج برضو الـ 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 لو انا البرودكت بتاعي بشتغل في مصنع بنتج عربيات، بنتج اي حاجه، بعمل ما ما عنديش مخازن، ما بخزنش برودكت، بروح واخده ومطلعه على بره على طول على الايه؟ على السوق بتاعه، ما عنديش مخازن. موضوع زي السبلاي تشين برضو انا مش متخصص فيها، لكن برضو كبروجكت مانجر يعني عارفينها. هنشوف اذا ربنا ادانا وقت برضو وصبرنا وقدرنا ان احنا نتكلم سبلاي تشين، هنتكلم عليها برضو ان شاء الله باذن الله تعالى. انما احنا لازم نعرف ان الموضوعات كلها، كل اللي بقول لكم عليه ده موضوعات جميله وسهله ولذيذه جدا. اللي عايز يشتغل مدير مشروع، الكلام اللي بقوله ده ما هوش عبقريه من اي مخلوق. المفروض عشان يبقى بروجكت مانجر ناجح لازم كل هذا الكلام يبقى فاهمه ويبقى عارفه. مش هتخصص فيه، خلي بالنا برضه. يعني انا ماستر في هندسه انشائيه في الهاي رايز، لما كنت ماسك مشروعات هاي رايز في الخليج او في اي حته، من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله سبحانه وتعالى، مش غرورا ولا حاجه، احنا يعني ايه، ان مستوانا في هذا الكلام من فضل الله، من فضل الله، من فضل الله ممتاز. لكن معايا ستراكشرال انجينير، لما ابقى في اجتماع او في مناقشه، انا الستراكشرال انجينير بتاعي قبل ما ادخل بقعد معاه وبنتناقش مع بعض وبنوصل، بنعمل سيناريوهات. ده الستراكشرال انجينير اللي زيي زيه واصغر مني وقد ولادي. لما ادخل في ميتنج ما افتحش بقي في اي مشكله فيها ستراكشر انجينير. مين اللي هيتكلم؟ المتخصص الستراكشر انجينير. انا دارس اربيتريشن ودارس مش عارف ايه، لكن معايا كونتراكت مانجر. انا كبروجكت مانجر برضه بتكلم مع الـ مع الـ مع الـ انا بقول لكم على ايه؟ الاثكس، وعلى ازاي تنجح، وازاي نازل معاك التيم بيلدينج بتاعك يبقى مظبوط. معلش انا طلعت حته صغيره بس اوت اوف 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 سكوب، بس يعني برضو دي حاجه ايه يعني قد ما اديش الفرصه ان انا ايه اقول الكلام ده تاني. يعني انا قد اكون متخصص كيو سي من فضل الله سبحانه وتعالى، درس كويس جدا وممارسه كويس جدا واشتغلت كويس جدا. لو عندي واحد كيو سي بتناقش معاه وبتكلم معاه، وهو اللي بيتكلم في الميتنج، له شخصيته وله كلامه وفي حاله الاختلاف بيني وبينه هو اللي يكسب. ما اقولش لا، ده انا بقول لا، الا اذا كانت حاجه ميجر او بقى ايه، اقول له مثلا حته فلانيه او حاجه فلانيه، وانا حاجه ميجر، حاجه ميجر، انما حاجه فيها مناقشه وفيها وجهات نظر، لا، وجهه نظر المتخصص اللي معايا هي اللي تمشي. لو هو ده، ولا هو قد حفيدي مش قد ابني. نرجع مرجوعا للكونستراكشن فيز، كونتراكت تكنيكال اوفيس اكتيفيتيز اند اتس ابروفال باي كونستراكشن اند بي ام او. هنا دخلنا بقى في الايه، في اللوب الكونستراكشن فيز. الحقيقه في خطوه في الشركات المقاولات انا ما شفتهاش كتير الحقيقه، في شركات كويسه في الخليج. هنا في مصر في ما اقدرش اقول لا. اللي بيحصل ايه؟ ان بعد ما خلاص انا كمقاول وقعت العقد واستلمته، بعمل ايه؟
عشان ابتدي انفذ واعمل بقى كوست كنترول وابتدي اعمل كوست مانجمنت. ما بيبقاش اعتمادي على البرايس اللي انا حاطه بس، لان انا لما درست وعملت البريك داون وعملت البريك داون بتاع الدايركت كوست والاندايركت كوست والاوفر هيدز والمارك اب، كل ده ان شاء الله هيبقى برضه في مجال هنشتغل في الفاينانس دي قدام شويه برضه. انا كل همي دلوقتي في المحاره ان هي دي ان احنا نقرب لينا كلنا ان المانجمنت ده ايه هو ومدى سهولته ومدى سلاسته ومدى اللي ما فيهوش اي حاجه صعبه او معجزه او الى اخره. فاللي عايز اقوله ايه؟ المفروض اول خطوه او بارلل، يعني انا دلوقتي انا باخد خلاص انا نجحت وعملنا الحفله وقعدنا سهرنا الليله ونجحنا ان احنا نجحنا احنا ناخد المشروع. طيب الخطوات بعد اللي بنعمل ايه؟ بمشي في سكتين، سكه في التكنيكال اوفيس. التكنيكال اوفيس هيعمل لي الكلام ده. في حاجه الحقيقه انا فاتتني ان انا احطها هنا، اللي هي البادجيتنج. البادجيتنج اللي هي ايه؟ انا دلوقتي لما جينا نعمل بريك داون الكوست بريك داون في الاخر دي هتبان في الكوست مارجن، هتبان اكتر كوست مارجن. بس هقول لكم برضه هنا برضه عشان لو ايه نفكر بعض، يعني انا لازم اعمل كوست بريك داون تاني واعمل اوفرز تانيه وقد يكون مع نفس الناس اللي انا خدت اسعارها وحطيتها في الايه؟ في الاوفر. ليه بقى؟ انا مش 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 انا مش 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 بفتري ولا بحاول ان انا اكسب من حد بدون وجه حق او الى اخره، لا. ايثيكلي احنا اتفقت معاك على كده، لو خدنا المشروع خلاص يبقى انت ايه بتشكيه وهتشتغل باسعارك وكل حاجه وانت بقى دارس ريسك ودارس عامل كامل من الى اخره. انما في مثلا فلاح بيقول ايه؟ وقت الكاش الغالب ايه؟ مش ببلاش قوي يعني. يعني احنا لما بنيجي نعمل قدامنا ريسك، ان احنا انواع كتير من الريسك، ده ريسك مانجمنت برضه، تبقى عايز واحد متخصص واحد في الريسك مانجمنت، يعني برضه ده احد الحاجات المهمه جدا واللي ظهرت في السنين الاخرانيه في 10 سنين الاخرانيه. ريسك مانجمنت برضه ان شاء الله هنتكلم عليه بس ليتر اون. انا لما جيت اعمل البريك داون حطيت مثلا الجاهزه ب 900 جنيه مثلا. جيت بقى دلوقتي انا عايز اعمل انفذ ده، انا هروح اتعاقد بقى عشان اخد الخرسانه مثلا لمده 6 شهور اللي جايين. السوق نزل، فلما السوق نزل ده انا كشركه مقاولات استفيد من الريسك، لان انا كنت شايل الريسك بتاع ان انا ايه كان ممكن اخسر. يبقى انا من الاول خالص برضو وبدون ظلم وبمنتهى الرضا بقعد مع صاحب مثلا الخرسانه الجاهزه، قول والله الموضوع كذا كذا كذا، انت ايه رايك؟ يا سيدي احنا الفرق مثلا كان ب 900، حاطين سعرنا 900 في هناك، هنخليها مثلا بلاش 800، هنخليها 850 بمحبه وبحب وبرضا. يعني مفيش حاجه تتاخد ايه؟ عافيه ولا تتاخد بشكل نون ايثيكال يعني. ماشي، دي نقطه على جنب. فبعمل هذا بريك داون تاني بناء على الواقع اللي انا الواقع معايا وانا بشتغل. لان انت ممكن حاجه انت ممكن تيجي تلاقي تبص ان السعر زاد، زي ما دلوقتي يعني مثلا احنا في القانون دلوقتي انت عندك من حقك ان كل 3 شهور مع زياده السولر انت بتزود النسبه على الحاجه بتاعتك دي. حاجه جميله جدا في القانون المصري، في ناس كتير ما تعرفهاش، فدي برضه القانون المصري موجوده موجوده موجوده، ان انت كل 3 شهور بتراجع الريت بتاعك او السعر بتاعك مع الايه؟ مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع العميل. المهم اللي بتعمل البريك داون تاني وبعمل الكوست كنترول على هذا السعر الجديد. مفهوم؟ يعني انا بعمل كومباريزون في الكوست كنترول، بعمل ايه؟ هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده، بس انا دي نقطه عشان انا ايه قد انساها وانا يعني هي هتبان لما بنيجي نتكلم في الفاينانس مانجمنت. طيب ايه الشغل بقى الاكتيفيتيز اللي هي الواجبات بتاعه التكنيكال اوفيس، التكنيكال اكتيفيتيز والابروفال بتاع كونسلت بي ام او؟ يعني انا كتكنيكال اوفيس بحاجتين بارلل الحقيقه،
ما حطيتش انا الجزء بتاع اللي هو الريفالويشن او اللي هو البادجيتنج، الاكشوال بادجيتنج للكوست، انما الكونستراكشن يعني دلوقتي هو احنا بنتكلم مع بعض احنا يعني ايه، ودي فايده انا بستفيدها انا بتكلم مع حضراتكم. احنا بقى لنا ساعتين شغالين، هل تحبوا ناخد 5 دقائق او 10 دقائق؟ باشمهندس محمود موجود؟ باشمهندس عمر موجود معاك يا هندسه. ايوه يا باشمهندس، مع حضرتك. تحبوا ناخد راحه 5 10 دقائق؟ انا ما عنديش مشكله، انا يعني مش تمام، ماشي ماشي يا استاذ فاضل، ممكن ناخد 10 دقايق كده بريك. زي ما تحبوا، انا برضه انا عايز ايه، يعني عايز تعمل تسال وتشوف رد، ماشي انا جاهز، واخد بالكم؟ فزي ما انتوا عايزين، انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله، انا مش بقول يعني مش عشاني، عشان الناس، انا لو واقف قدام الناس هفهم على طول، لان البادي لانجوج دي حاجه من الحاجات المهمه. اه تمام، وهنشرح فانا طالما انا بعيد فبفضل ان يعني ايه يبقى في مينيمم كونتاكت. فتحب تعمل كده سؤال كده للناس ويردوا مثلا، نشوف هل احنا هل ماشي الحال، احنا ماشيين مع بعض ولا تحب ياخد 5 دقائق 10 دقائق؟ ممكن نعمل كده ولا تفتكر؟ اه تمام، ممكن نسأل الناس لو حد حابب ياخد بريك او نكمل زي ما انتوا عايزين. طب اتس اوكي، اسأل الناس وتوقع الردود وشوف الدنيا ماشيه ازاي. يعني الناس بتسأل يا هندسة، بتقول في فاضل وقت قد ايه؟ امريدي يعني تمام. هي الناس بتسأل بس هندسة، فاضل وقت قد ايه تقريبا يعني؟ لا 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 مش كتير، احنا قربنا خلاص يعني كونستراكشن، فاضل يعني سي مثلا نص ساعة تقريبا، نص ساعة تقريبا، فاضل نص ساعة. هو عموما نص ساعة مش كتير يعني. طب اتس اوكي خلاص، يبقى نكمل يعني، ده يعني ايه 5 دقايق كده بس يعني ايه، فيل فري يعني هو ده ايه بقى ال اسمه ايه ده، معانا يعني جميل الحقيقه يعني، انا اخدت على زوم يعني، كتر خيركم بصراحه خليتونا ناخد على زوم يعني وبنشتغل بيه. بس هو الكوميونيكيشن بقى بالبادي لانجوج، بتبقى الواحد بقى فاهم، شايف عيون الناس، شايف ايماءاتهم، شايف، فدي بتساعدنا في ان احنا ايه نقول طبعا يعني، انا ما بسميهاش محاضره يعني، لقاء بيننا وبين بعض وبنتناقش وبنتكلم وبنقول نكتة يعني، ماشي الحال يعني. هو ده دي النتيجة يعني، انت على طول ما شاء الله. يعني 23% يعني 77% قال له لا. اتس اوكي، طب نكمل. طيب يا دكتور اتفضل. انا بشكركم جميعا على صبركم الحقيقه يعني، ونكمل بقى الكونستراكشن فيز بقى، احنا قلنا ده الشوب بقى بتاع البروجكت مانج اوفيس، بريباريشن الشوب دروينجز، كل الحاجات اللي جايه بقى ايه معروفه لينا كلنا، بنعمل تايم سكيدجول، والبلاننج المفروض بيبقى لوحده، لكن احنا حطيته من ضمن الايه تكنيكال اوفيس، لكن هم مش بعد تكنيكال اوفيس على فكره. الكوانت سيرفينج تعمل البروكيورمنت ليست، يعني كل دي تبقى تشيك ليست حتى لاي حد في اول المشروع هيعمل ايه، الماتيريال ابروفال سبميتلز، لونج ليد ايتمز ليست، برضه في لونج ليد ايتم ليست، مانثلي انكم سيرتيفيكتس، اللي عايز يسال عن اي حاجه من دول يكتبها، وفي الاخر يقدر يسال، نقول لو في اي نقطه مش واضحه نقدر ان احنا الكوست كنترول سيستم، كونتاكت اكتيفيتيز، الدوكيمنت كنترول سيستم، الفايلنج سيستم، الكونتراكت سب كونتراكتورز اند سبلايرز، الاسسمنت اوف سب كونتراكتورز، الويكلي ريبورتس، يعني كل دي الشغل بتاع ايه تكنيكال اوفيس بتاع، يعني الناس بتفكر تكنيكال اوفيس ده يعني ايه كده.
التكنيكال اوفيس ده عقل المشروع، مخ المشروع. اللي ما عندوش تكنيكال اوفيس جامد وقوي، يعني سامحوني بيبقى ناقص حاجات كتير قوي. ويكلي ريبورتس، البادجيتد كوست اوف ديفرنت ايتمز، فاينل تشيكينج اوف كونتراكت دوكيومنتس، درومينج ريجستري. الحقيقه ان مش كل النقط دي تحت التكنيكال اوفيس، انا حطيتها يعني الفاينل تشيكينج بتاع الكونتراكت دوكيومنتس دي بيبقى في الايه، في الكونتراكت ديبارتمنت، في كونتراكت مانجرز دلوقتي. مثلا الفايلنج سيستم بتبقى مع الايه، دوكيمنت كنترولر، هو دوكيمنت كنترول سيستم. بس انا حطيت الحاجات دي كلها تحت ايه، تحت التكنيكال اوفيس، على اساس ان يعني ايه، انها بتجمع كل حاجه بدل ما اقعد اقسمها. ممكن بعد كده لو اتكلمنا على ورك بريك داون على الاجهزه الشرطه اللي كان معاك، زائد برضه حاجات كتير قوي قدام لونج ريجستري وهكذا. طيب طبعا اهم نقطه في الكلام ده كله، ودي انا شخصيا في اي مشروع دلوقتي بهتم بيها، اللي مخلنا if you don't have a beam system start to have it. if you don't have a beam system start to have it، لان ده الحاضر والمستقبل للي عاوز ينجح. طيب ال construction phase، the construction activities implemented by contractor supervised and approved by the consultant and PMO. بتكلم الكلام ده كله لان كل ده ايه؟ هيدار وهيتم ال to be monitored by the PMO. construction plan، ال actual project land surveying locations and levels لازم تتعمل، اللي هي الاعمال المساحيه level و location. inspection requests، ال construction daily reports هامه جدا. delayed activities report by weekly، يعني ده كل ده بقى في ال construction phase يعني خلاص. daily construction meetings، daily construction activities، weekly progress meetings، weekly progress indicators. هام جدا، هام جدا يا حضرات الافاضل، زي ما بنقول ال weekly progress meetings وال weekly progress indicators هام جدا جدا جدا، لان انت وال daily construction meetings انا بالنسبه لي كاداره مشروع مش ممكن ادير مشروع construction من غير ما اعمل له daily meeting، مش ممكن. حتى لو انا مش موجود يبقى لو انا بروجكت مانجر في كونستراكشن، اخلي الكونستراكشن مانجر يعمل هذا، لان ممكن مشكله تكون في الموقع تحصل، ولو حلتها في يوميها مش هتكلفك حاجه، ثاني يوم هتكلفها اكتر، ثالث يوم اكتر، رابع يوم او خامس يوم ممكن تبقى مشكله كبيره يبقى حلها غالي جدا. الديلي كونستراكشن اكتيفيتيز، الديلي كونستراكشن ميتنجز، الويكلي بروجرس ميتنجز دي مهمه جدا، دي بلانرز المفروض بيعملها. الويكلي بروجرس انديكيتورز دي اللي هي بقى الايه، يعني الكيو اي كيو سي بتتعمل، او يعني نشوف بقى البلانرز ممكن يعملها. تشيك ليست فور ذا اتشيفمنت اند هاندنج اوفر اوف انجينيرنج وركس. دي الحقيقه دي انا موضوع انا بحبه جدا جدا، ومن فضل الله سبحانه وتعالى ربنا يسر لنا عمله ان فول تقريبا، يعني ان جميع الاعمال اللي في الموقع يبقى عندك تشيك ليست لاستلامها. الحفر مثلا استلمه ازاي؟ يبقى في تشيك ليست. اول حاجه مثلا العمل المساحي، اقيس ابعاد، اقيس اعماق، اقيس ليفلز. تاني حاجه ارتفاع الجوانب الحفر. ثالث حاجه قاع الحفر. رابع حاجه طبيعه السويل اللي موجوده تحت، هل هي اكوردنج للجسام واكوردنج للمطلوب ولا لا؟ يعني يبقى في كذا. الخرسانه مثلا، خرسانه مسلحه، النجاره استلمتها ولا لا؟ استلمتها ازاي في الاول؟ وبعدين حطيت الحديد ازاي؟ ومحطوط ككميه مظبوط، كرستكه، كتثبيت مظبوط ولا مش مظبوط؟ بعد كده في الاخر، بعد كده الشدات تاني بترجع تعد ايه، تشد تعملها تاني، تقويها بعد ما بتحط الحديد وتشيك عليها. يبقى كل ده تشيك ليست، يعني ان انا بتحول الكونستراكشن اكتيفيتيز لايه؟ للتشيك ليست، بحيث حتى لو مهندس غاب المهندس اللي وراه هياخد التشيك ليست دي ويكملها. يعني انت ممكن الحاجات دي تكمل في يوم غير اللي فات. يعني انا خلصت النجاره امبارح مثلا وبدات الحداده النهارده، المهندس غايب، يبقى انا بتاكد ان المهندس اليوم اللي قبلها عمل تشيك ليست على النجاره واستلمها الانيشال شاترنج.
مثلا كل انواع تقريبا كل انواع الاكتيفيتيز من فضل الله سبحانه وتعالى غالبا يعني طبعا ما فيش يعني كمال لله وحده، فانما اتس بيتر لو انت يو هاف ا جود سيستم ان تخلي تحول لكل الانستراكشن اكتيفيتيز بتشيك ليست تسهل لك حاجات كتير قوي. الديلي كونستراكشن ميتنجز دي هامه جدا، الويكلي بروجرس ميتنجز، ويكلي بروجرس انديكيتورز. الكلام ده نخلي بالنا، ده الويكلي بروجرس انديكيتورز في شركات مقاولات في مصر من الشركات العظيمه، مش عايز اذكر اسماء عشان ما حدش يعتقد ان انا بعمل دعايه لحد او حاجه، دي شركات ما مش علاقه بيها دلوقتي خلي بالكم، بس في شركات محترمه جدا بتشتغل هذا الكلام كله. تشيك ليست فور ذا اتشيفمنت اند اوفر اوف انجينيرنج وركس. طيب تشيك ليست فور اركتكتشرال اند فينشنج وركس برضه التسليم الحاجات المعماريه او الفينشنج، البياض تستلمه ازاي؟ المباني هتستلمها ازاي؟ بتعمل مثلا فول سيلينج بتستلمه ازاي؟ اي حاجه يبقى لها ايه؟ برضه تشيك ليست. انا مش فاكر بالظبط الحقيقه لان ده العمل كان عامله من زمان، تشيك ليست للاي ام بي وركس برضه الالكتروميكانيكال، البروجكت مانجمنت بلان ده في الاول، ده من الاول خالص فول بروجكت مانجمنت بلان ده في اول البروجكت، البروجكت كواليتي بلان، البروجكت اس اس اي بلان، يعني كل دول يتعمل لهم بلانز من الاول خالص. طبعا في يعني مش هقول حاجه، هو الحاجات دي كلها بتبدو ان هي ملهاش لازمه، تبدو ان هي صعبه، تبدو ان هي كومبليكيشن. ان انا عايز اقول لكم على حاجه، هذا كلام له صعب ولا كومبليكيتد ولا اي حاجه خالص، بس المفروض ان اي شركه مقاولات تبقى مجهزه الناس اللي تعمل الكلام ده كله، واخدين بال حضراتكم، وما تستخسرش بالصرف عليها، لان الحاجات دي كلها هتوفر حاجات كتير جدا جدا في السكه. وانا رايي ان الحاجات دي كلها دي استثمار اكتر منها صرف على المشروع. وممكن مشروع صغير مثلا البروجكت مانجر او الكونستراكشن مانجر يقدر يعمل مثلا البروجكت كواليتي بلان بتاعه او اي بلانز من دول بين البروجكت مانجر والكونستراكشن مانجر والتكنيكال اوفيس مانجر، يعني دول يعني اكبر ثلاثه في المشروع المفروض يبقى عندهم كل هذا الكلام كنولج وكابليكيشن. طيب الديلي بروجكت ريبورت، الديلي اتش اس اس اي ريبورت ممكن يبقى انكوربوريتد مع الديلي بروجكت ريبورت، ممكن يبقى لوحده تعتمد على حجم المشروع. الويكلي بروجكت ريبورت، الويكلي اتش اس اس اي ريبورت، المونثلي بروجكت ده بيبقى ويكلي الاتش اس اس اي هيلث سيفتي سكيورتي اند انفايرمنت. لو مشروع كبير بيحتاج بقى ان الايه ان الريبورت دي تبقى سيبريت عن الايه عن الديلي او ويكلي ريبورت. المونثلي بروجرس بروجكت ريبورت والمونثلي اتش اس اي ريبورت غير بقى ايه ما يزيد، وممكن كل واحد يعني ايه ما حد دي ده ما فيش غير هو قران واحد. اي واحد بيقرا اي مشروع بيعمل السيستم بتاعه هذا الكلام. وهذا بقول هذا الكلام كله طبعا في كتب كتير يعني ممكن انا مش شفتهاش انا يعني مش لا يعني انا هذا الكلام خبره الحياه وخبره طويله للمشروع. هاني جو عن كوميشن فيز، خلاص احنا فيز دي وفيز اللي وراه وخلصنا. الفاينل انسبكشن بقى او الفاينل انيشال انسبكشن فيريفاي كونستراكشن از كومبليت، انا الكونستراكشن بتاعي كومبليت، انا كمقاول لقيت الكونستراكشن بتاعي خلص، فببعت بقول لاخواننا انا وجد منظف السكيدول بتاعي ماشي عليه، والله شوف انا عادي واخدين بالكم ده السيستم ده، يعني اقول له وانا انا كذا هكلمك البانش اسمه بانش نيس او سناج ليست الاثنين واحد، اللي هو اللي كشف بقى اللي احنا بيدخل بقى البي ام او بيدخل الاونر، ممكن يدخل الاونر ممكن ندخل بقى السوبرفايزر والمالك، ولو في ولا والكونتراكتور طبعا، لو حد من
من اللي عملوا الاوبريشن. لو انا بعمل فندق لازم يكون الشيف انجينير بتاع الفندق مثلا موجود، لو انا بعمل مستشفى بيبقى المهندس بتاع الصيانه او المسؤول عن الاوبريشن بيبقى موجود في الهاندينج اوفر. Work with client on final completion requirements. بيبقى في final completion requirements دايما، بتسلم مستندات معينه، بتسلم شهادات معينه، بتسلم اي حاجه متعلقه بالمشروع بتسلمها في هذا الكلام. Consult with design representative for system checks. دي برضه عشان كده بقول لحضراتكم لازم الديزاينر يبقى موجود له وجود في المشروع، لان انت ممكن وانت بتسلم تسليم نهائي يبقى في حاجات عايزه ايه تتبص لها بشكل معين او براي معين، او الكونسلتنت عايز ان هو يعني ايه. ومش بقول على يعني هو طبعا المدني خلاص واتغطى، انما بيزكلي معماري يبقى بيخص بقى بالايتمز وبالالوان وحاجات كتير جدا، وايه والالكتروميكانيكال. كونسلتنت كلاينت فور ابروفال اوف سيستم ستارت ابس. هنا السيستم ستارت ابس بقى مع الكلاينت، لان الكلاينت هو اللي بيسلم بقى لمين؟ للبي ام او طبعا، مع الكلاينت بيسلم للاوبريتور. الفينشنج وركس لما هو اخرها طبعا بتعدي عليها. اللترز اوف بروجكت اكومبلشمنت، بعد ما اقول كل ده خلص يبقى انا بعمل ايه؟ لترز اوف بروجكت اكومبلشمنت، انا خلصت كل حاجه. طب اعمل بقى اللي انا بعمل كوميشننج ليه؟ انا كل حاجه عندي سليمه، بس الحاجه تشتغل مع بعضها كومباتبل مع بعضها. يعني انا عشان اجرب مثلا الاضاءه بتاعت فندق مثلا بعمل ايه؟ بولع كل انوار الفندق مثلا لمده 24 ساعه مثلا. سي في خطوات كده بيبقى كونديشنز، بيبقوا الناس بتوع الاوبريشن او الناس اللي اشتغلوا في الكوميشننج بيبقوا عارفينها. في قطاع البترول في مهندسين كوميشننج بس يبقى انجين كوميشن بيعمل بتاع مثلا لو بيعمل جاس بلانت، لو بيعمل ريفاينري، لو بيعمل اي حاجه يبقى متخصص في هذا الكلام، ناس متخصصه في الايه؟ في الـ في الـ في الـ في الـ في الكوميشن. فاينلايز ديت فور كليمز اند انفويسز، ماشيين كلنا من الاخره. في كليمز، في حاجات زادت عن حاجاتي، انفويسز ما اتصرفتش، كان بقول اخره بخلصها في ديت معين. يعني ما يبقى انا ايه؟ يبقى كل واحد واخد حقه، ما اقولش لا ده المقاول مش عارف ايه، ده انا اخصم منه ايه، ده انا اعمل ايه. في حاجات كتير جدا الحقيقه الواحد بيشوفها دلوقتي في المواقع بتزعل. اعلي فلوس قد ايه للمقاول، نسبه كام، اعكنن عليه ازاي؟ يعني الكلام ما لا هو ايثكس ولا هو ولا له علاقه بحاجه ولا له علاقه باستشاري فاهم. يعني الاستشاري الفاهم عمره ما بيعمل كده، بيبقى الدنيا احنا لنا دور واحد. وانا اعرف الشاريين الماظ بيبقى خايف على المشروع وعمال بيبذل اقصى جهدي فيه، وتحس ان هو المالك وهو البي ام او وهو المقاول، يعني شايل الهم كل حاجه. وبيقابلنا لغايه دلوقتي مؤسسات الشاريين فله، يعني فله فله حقيقه. يعني الهاندينج اوفر اند كوميشننج فيز برضه بنكمل عليها. الفاينل انسبكشن، الفيريفاي الكونستراكشن كومبليت، ديفلوب بانش ليست سناك ليست، كومبلاينس بالسيفتي ريكوايرمنتس، لازم اتاكد ان في السيفتي ريكوايرمنتس مظبوطه، لان في حاجات معينه بتحتاج لايه. انت بتعمل ترخيص مثلا، مع لو انت بتعمل حاجه، في ترخيص بتاعت الحريق، في ترخيص بتاعت المطافي، في ترخيص يعني بتاعت جد كتيره جدا. ابواب مثلا تبقى خارج بشكل معين، الفاير الارمز محطوطه بشكل معين، الفاير ديتكشن موجوده بطريقه معينه، الفاير فايت موجود بشكل معين، يبقى دي لازم كومبلاينس كلها تكون مهمه جدا. الورك وذ كلاينت اون فاينل كومبليشن ريكوايرمنتس. عندي اول فيس برضه كونسلت وذ ديزاين ريبريزنتيفز فور سيستم تشيكس. يبقى ديزاين ريبريزنتيف للسيستم تشيكس، كونسلت وذ كلاينت فور ابروفال اوف سيستم ستارت ابس، فينشنج وركس، ليترز اوف بروجكت اكومبلشمنت بيبقى جواب الخطابات بتاع الايه انتهاء المشروع، فاينلايز ديت فور كليمز اند انفويسز. احنا اتكلمنا عليها قبل كده دي، ولا شكلنا كده دي معموله مرتين. طيب مش مشكله، بس عشان نخلص يعني كتر الف خيركم. ديسبوزيشن اوف ماتيريالز كونسلت وذ كلاينت، برضه عايز اقول لكم كلمه، ودي انا الحقيقه اتعلمتها من حوالي
22 23 سنه، كنت في مشروع اوبريشن اند مينتنس في قاعده جويه في دوله من دول الخليج، دوله كبيره. والله الحقيقه اللي سمعتها من واحد مش مهندس، بس واحد يعني هو مش شغال في القاعده، ده كان في نفس الشركه اللي كنت شغال فيها، كانت شركه جميله جدا. قال لي انت ممكن في الديموبيلايزيشن، الفتره دي بقى اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، تصرف اكثر من الموبيلايزيشن. وعلى فكره كان شباب، ما كانش عجوز، كان قد ولادي. لان هو فعلا لو دي ما عاد فكرت فيها، لقيت فعلا ان انا في حاجه اسمها ديموبيلايزيشن بلان، وحاولت اطبقه بعد كده، يمكن طبقته مره ولا حاجه وانا في بلد تانيه من دول الخليج، لكن غالبيه الناس ما بتبقاش مقتنعه بالحته دي. لما الديموبيلايزيشن بلان مهم جدا 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 زي الموبيلايزيشن. يعني انت في الديموبيلايزيشن انت ممكن عندك عماله او موظفين او اخر بتمشي بيسيبوا بيخلصوا الشغل وبيمشوا، بياخدوا مكافئاتهم، بياخدوا بقيه حساباتهم. عايز تشيل حاجات تنقلها بعيده، عايز ديموبيلايزيشن ممكن يكلفك كتير قوي، فده بعمل له ديموبيلايزيشن بلان. ودي برضو انا يمكن ما حطيتهاش هنا او يمكن ايه، بس ايه برضو فكرتها وبقول لكم عليها. ديسبوزيشن اوف ماتيريالز كونسلت كلاينت لين ريليزز وارنتيز اوبتين فور فاينل بيمنت. لازم قبل ما اخلص الفاينل بيمنت اكون كل المتعلقات الماليه والضمانات والكلام ده كله مخلصه. Consult with management then the client. خلاص مع كل مقابلة بعدين خلاص مع client. Record as built drones. مهمة جدا 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 جدا. عيب قوي، ودي بتقابلنا لغاية دلوقتي، ان انا اكون مثلا داخل اعمل صيانة في مستشفى، صيانة في فندق، صيانة في مصنع، اقول لهم فين الاسبلت يا اخوان، يقولوا لي مفيش اسبلت. يبقى اقعد اكسر بقى في ارضيات وفي حوائط عشان اعرف مسار الكهرباء او مسار الصرف او مسار الماسوره، يبقى وحشه جدا. ان لو في الاسبلت، ودي ميزه بقى البيم، البيلدنج انفورميشن موديلنج، انا بيبقى عندك كل حاجه موجوده عندك واضحه، ما بتتعبش في حاجه ولا بتقعد تسلم ورقه ولا تسلم حاجه. السيستم كله بيحتوي على كل هذه الكلام، بيبقى مش فيه لو سوتس، كل الايه الحالات اللي هي قانونيه، لو في اي حاله قانونيه، في كليم، في اي حاجه. بروجكت كلوز اوت اند بوست ايفاليوشن فيز، دي اخر نقطه عندنا. ان كونستراكشن بروجكتس ذا بروجكت كلوز اوت هابنز افتر 1 or 2 years from the final handing over in item 9. الاكل قبل كده احنا كنا بنتكلم عليه، بعديه بسنه بالظبط في construction projects يبقى year of warranty. Project commissioning and handing over phase. The processes of the project close out could be as follows. خلاص احنا خلصنا يعني. The contractor has to send a statement to the client and consultant stating the date of final handing over according to contract. يعني انا عم سلم التسليم الابتدائي مثلا في 1 ديسمبر مثلا 2000، يبقى اكون باعت للكلاينت ان انا يوم 1 ديسمبر 2001 انا خلاص بعمل ايه؟ كلوز اوت. كلوز اوت بعمل ليست اوف مينتنس اكتيفيتيز ديورنج ذا وارنتي يير. في الوارنتي يير بيبقى فيه طبعا ايه؟ المينتنس اكتيفيتيز، سواء الالكتروميكانيكال، سواء لاي سيستمز موجوده. طبعا اي حاجه بتبان اللي من سوء استخدام بيبان، اللي بيبقى من سوء الصناعه بيبان، اللي من سوء الصناعه ده لازم يكون متغير فري خلال السنه بتاعت الضمان، اللي هي نرجع عن عن الـ عن الـ عن عن عن, عن, عن البد 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 فاكتور، يعني البد يعني اللي هي التصنيع مش ما كانش كويس، لازم تتغير، ما فيهاش هزار. لو هي حاجه جايه من سوء الاستخدام يبقى موضوع تاني بقى، انت مش عليك كلام قوي. بتبان كل حاجه بتبقى باينه يعني. List of different projects items, final inspections and the measure of snags or remarks to be repaired or recovered. لو في اي snags بقى او اي حاجه ظهرت يبقى ايه كلها بتتصلح. The joint inspection of the project between the client, the consultant and the contractor and the definitions of snags and the definition of the date to finalize the snags recovery. يعني احنا بنعمل checking، بنعمل snag list، بقول السناج ليست دي مثلا تخلص في اسبوع، اسبوعين، شهر، اي وقت، بحيث ان انا ايه مش هدي لك خلاص فاينل هاندنج اوفر، وادي لك الضمانات بتاعتك اللي هي 5% وضمان اعمال و5% في 60% موجودين، دي برضه في الكونتراكتس هنتكلم عليها.
مش هتاخدهم الا لما تكون عامل ايه فاينل هاندنج اوفر. فانت مصلحتك كان اول ان انت تعمل السناج وتصلحها بسرعه جدا، تخلص نفسك، تقفل المشروع وتاخده بسرعه. فاينل جوينت انسبكشن ات ذا بري ديفايند ديت تو اشور ذا اكمبليشن اوف اول سناجز، الزياره بقى النهائيه عشان تتاكد ان انت خلصت كله. فاينل بيمنتس اند اول فاينل كليمز ريزولوشنز بروجكت كلوز اوت. فاينل بيمنتس اند اول فاينل كليمز ريزولوشن، دي نقطه هامه جدا، هامه جدا لسمعه اي عميل. اي عميل ما بينطبقش هذا الكلام كل المقاولين اللي هتجيله بعد كده هتبقى مقاولين مش اب تو ستاندرد. كل واحد بتبان عيوبه. لو عميل واخد ان هو بياكل اكل دفعه، كل المقاولين اللي بيدخلوه بيعتبروا ان اخر دفعه دي مش هياخدوها وبيزودوها على الدفعه اللي قبل كده واكتر. ما فيش حد سوري يعني، ما فيش حد عبيط، ما فيش حد داخل عشان يخسر. نخلي بالنا، نخلينا فير. كل واحد، كل ستيك هولدر، سواء العميل، سواء الكونسلتنت، سواء بي ام او، سواء المقاول، يبقى فير مع نفسه. والطرق الفير دي هي اللي بتعمل بقاء لكل لاي مؤسسه، سواء عميل، سواء بي ام او، سواء كونتراكتور، سواء كونسلتنت. In the normal cases, the post-evaluation is not taking its importance. The post-evaluation is very important to use all the previous projects, events, problems, claims, cost control, etc., to do a database for the new projects. This could be done by the registration of all the previous cases and its solutions and analysis of each case and the learned lesson from the cases. The output shall be the accumulation of the different gained experience and the sourcing of all the cases to facilitate the reference back at any time later. ده المختصر المفيد بتاع الايه؟ البوست ايفالويشن. ان انا كل مشكله اللي حصلت معايا دي بتبقى موجوده في الريبورتس، موجوده في التواريخ. دي لفائده مين؟ اكتر لفائده المقاول اللي بيشتغل. لان هو والكونسلتنت يعمل لنفسه برضه، خلي بالنا. يعني كل واحد من الستيك هولدرز يعمل هذا الكلام لنفسه، انما بيزك للمقاول عشان اي مشروع ياخده بهذا الشكل بعد كده يبقى ايه؟ بيعمل حسابه ان البروبلمز بتتكرر في اي مكان تاني. السؤال ده انا الحقيقه حطيته امبارح بس، وده انا اتكلمت عليه قبل كده، ودي اخر سلايد. اود ان اكون على التفكير في هذا اللقاء وتطبيق ما جاء فيه. واذا كان احد قد طبق ما فيه ولم ينجح معه المشروع، إذا حدث ذلك فمن يجد أنه طبقها؟ إذا حد، السؤال ده أنا حاطط السلايد دي طبقتها عملتها امبارح بالليل. إذا كان حد طبق هذا الكلام والمشروع بتاعه ما لم يصيبه النجاح، يجهز لنا عرض ليه ما لم ينجح هذا المشروع إذا كان فعلا طبق ما استعرضناه اليوم. يكاد يكون مستحيل انك تطبق الكلام اللي قلناه النهارده. وانا مش بتكلم على بي ام او بس، بتكلم على اي مكان عاوز ينجح مشروعه. الاكتيفيتيز كلها دي لو اتعملت واتعملت صح وبتخصص وبدقه وكلها سهله، اللي يلاقي في خطوه صعبه في الكلام اللي قلناه ده يقول لي. اللي يقول لي انا طبقت الكلام ده كله في مشروع قبل كده والمشروع ده لم يصيبه النجاح يقول لي. استغفر الله، انا بقول تحدي وبقول حاجه بس انا بقولها لحضراتكم. نجاح اي مشروع ليس صعبا نهائيا، والدليل على هذا كتير جدا من فضل الله سبحانه وتعالى. اي مشروع لاي حد، مش بتكلم عن نفسي، لاي حد مشى وعمل هذا الكلام اصابه النجاح. وبتمنى لكم جميعا جميعا النجاح الكامل. بتمنى لكم جميعا ان يكون كلامنا اللي احنا بنقوله ده يعني ايه فتح قدامكم نقاط معينه. وبشكركم جميعا، بشكركم جدا على صبركم وعلى تحملكم. ويعني الحقيقه ما فيش كلام ينفع. الناس بتصبر علينا بالساعتين وبالثلاث ساعات عشان يسمعوا الكلام اللي بنقوله دول، لكم جزيل الشكر. احنا دلوقتي ساعتين ونص، ودي يعني رقم قياسي يعني بعد المحاضرات الاولانيه. وان شاء الله اللي جاي خلي بالكم مش هيبقى كده، بس هو في الاول احنا بندي الجرعه الكبيره قوي اللي تورينا يعني البروجكت مانجمنت ده موضوع سهل،
وموضوع جميل وموضوع من فضل الله سبحانه وتعالى اي حد ممكن يوصل له. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. وبعد بس نخلص نفتح المجال للمناقشه والنقاش يعني في اي موضوع يعني لاي حد، وتحت امركم لاي مده انتم عاوزينها. نشكركم بعد ما ايه ما ننهي اللقاء باذن الله. جزاكم الله كل خير استاذنا. الله يخليك. ان شاء الله الله يكرمك. جزاكم الله كل خير. في اي حد عنده اي اسئله؟ انا هفتح المايكات لو حد عنده اي اسئله. محدش يعني يتحرج من حاجه. هو لا، محدش يتحرك من اي موضوع واي سؤال واي يعني اي حاجه. احنا جاهزين، احنا جاهزين. ويعني تحت امركم. اتفضل، لو احد عنده سؤال اتفضل، المايكات مفتوحة، اتفضل. يقدم لي نفسه اسمه بس ويشرف بيه وتحت امره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس احمد؟ صح حضرتك يا فندم. باشمهندس احمد صادق؟ سعود. احمد سعود؟ ايوه يا فندم، صح حضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. وحضرتك بتتكلم على الكي بي ايز. الكي بي ايز؟ كي بيرفورمانس انديكيتور او اندكس. لا، كي بيرفورمانس انديكيتور مش اندكس. كي بيرفورمانس انديكيتور. طيب دلوقتي حضرتك يعني مطلوب مننا نعملها ديلي، هل هي لوجيك تتعمل ديلي؟ لا، هي مش ديلي قوي يعني، مش ديلي. انت صعب جدا يعني. هي مش ديلي يعني انا عادة ويكلي، ده اللي هو العادي. عادي 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 جدا يعني، فيري سيمبل يعني، فيري سيمبل. لو كنت بتتكلم بقى على الكي بيرفورمانس انديكيتورز بتاعتك ك ك كبروجكت مانجر، زي ما بقول لكم بناء على اللقاءات اللي احنا عملناها، انت ممكن تدخل على الكي بيرفورمانس انديكيتورز اللي هي كانت في تاني لقاء. تاني لقاء على طول الباشمهندس محمود كتر خيره وحطها على السايت. هتلاقي الثلاث انواع زي ما قلنا، البرسبكتيف والبيبل والبراكتس. وانت تقدر تقيس بقى مدى ما اثر معاك يعني. الكلام احنا قلناه واللي احنا سمعناه يعني ظبط معاك ايه، او لفت وجهه نظرك لايه. واي حاجه ام ريدي يعني، انا ما يعني ريدي، لان اي حد اي تساؤل. لان مثلا التليفونات موجوده برضو مع اداره ال هي ممكن تستخدم كقياس كميات يعني، كعمال ماسونري بلاستر، تستخدم حاجه زي كده ازاي؟ ده مواضيع طويله وجميله، خلي بالك يعني. الكي بيرفورمانس انديكيتورز هو انا يعني، انا اقول لحضرتك بس انا بعمل ايه؟ انا باخد مثلا افريج عندي كام مان باور في السايت. ايوه. وبعمل استيميتد ليهم وعدد اللي هو البرودكت قد ايه في اليوم، وبعمل بقى زي اخد البلان مانثلي ووزع عليه بقى الديلي اللي هو المفروض جاي لي بالاستيميت بتاعي، واخر الشهر بشوف المكتب الفني بيديني ايه اكشوال كوانتيتي تنفذ قد ايه. هل دي طريقه مناسبه ولا في حاجه احسن من كده؟ ممتاز، خلي بالك احنا متفقين على هذا. انت حضرتك اتصرفت وعملت كي بيرفورمانس انديكيتورز لنفسك. اوكي، اللي عايز اقول لك عليه، انا فوجئت ان يعني انا لقيت عندي كتاب فيه 17000 كي بيرفورمانس انديكيتورز. في لقاء من اللقاءات دخل مهندس، اعتقد كان عراقي على ما اعتقد، مش فاكر عراقي او اردني او في الستيتس مش عارف ايه، قال لي الراجل ده اسمه كذا، كتبت اسمه عندي حتى لان انا يعني ايه، وقال لي دول دلوقتي بقوا 25000 كي بيرفورمانس انديكيتورز. ده جنرال لكل حاجه يعني. انت بتدخل على الكلام ده كله ان شاء الله اي ويل دو ات يعني، هطلع. بس احنا كبروجكت مانجر الكي بيرفورمانس انديكيتورز مسمينا ايه؟
كومبيتنس بيرفورمانس انديكيتورز اللي هي موجوده في اللقاء الثاني. اللقاء الثاني ده موجود على الـ على الـ على الشانل بتاعت اليوتيوب، ثاني لقاء على طول هتلاقي فيه هذا الكلام، ماشي وهتلاقيه في 3 حاجات عشان برضه تبقى واخد بالك منها. البرسبكتيف، خمس مجالات، 5 جروبس. البيبل 10 جروبس. البراكتس 14 جروب. البروجكتس وفي بالنسبه لل 13 جروب بالنسبه للبروجكت، و14 بالنسبه للبروجرامز وللبورتفوليوز واسمه ايه ده ولل يعني البروجكتس لها 5 و10 و13. الباقي بقى اللي هو حضرتك ممكن تبعت لنا تمبلت مثلا ولا؟ لا، مش تمبلت، خلي بالك ده مش تمبلت، مش تمبلت ده، انت طريقه، انت يعني انت ممكن، عشان كده بقول لحضرتك راجع الكلام ده وبص عليه، هو اوكي اعتقد انه كان انجلش، وشوف مدى هل العادات اللي قعدناها دي استفدت منها لاي درجه، انهي في ايه الحاجات اللي لفتت نظرك لها. يعني القصه اصلها يعني انديكيتور، ده يعني ايه؟ بيان، يعني بيبين حاجه، يعني ممكن ما تبقاش قياس، ما تبقاش مثلا 9 من 10 او 8 من 10، ولو ان احنا الكمبيوترز لما كنا داخلين في موضوع ان احنا نبقى نقدمين على 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 كبروجكت مانجر، الانديكيتورز دي انا بعمل لنفسي سيلف اسسمنت وبدي نفسي درجه من 10 لكل واحده منهم قبل ما ادخل، والناس اللي بتعمل لي اختبار تعمل سيلف اسسمنت. فانت بص عليها واعمل نفس سيلف اسسمنت وطبقها وريدي لاي سؤال. خلي بالك يعني سواء الله خير يا دكتور، تعبت حضرتك وربنا يبارك في عمرك يا فندم. لا انا شاكر ليك وتحملكم يعني كل هذا الوقت. لا يا فندم، ده والله شرف لينا يا فندم، والله شرف لينا. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك. شكرا شكرا امر الله. تحت امرك يا حبيبي. شكرا. تحت امرك يا حبيبي. في اي سؤال تاني او في سؤال لسه رويدة، ممكن أسمع من حضرتك الفرق بين الإدارة الهندسية وإدارة المشاريع وإدارة الأعمال كخطوط عريضة؟ لأن السؤال ده قابلها كتير. الإدارة الهندسية والإدارة المشاريع وإدارة الأعمال وإدارة المشروعات وإدارة المشروعات وإدارة الأعمال وإدارة الأعمال. هقول لحضرتك على حاجة، نفهم كلمة إدارة. الإدارة تعريفاتها كتير قوي زي ما بنقول، إنما أديك أنا في أول اللقاء ده قلنا الإدارة من 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 إيه من 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 أكبر العلماء في الإدارة في العالم يعني، وده راجل مش يعني زي ما اتفقنا إن الإدارة دي ما هياش مش علم زي ما بيقولوا أكاديمي، يعني الناس لما أقول لهم الكلام ده أقول أكاديمي انا بموت من الضحك، لان مش حاجه اسمها اداره اكاديمي. يمكن في التطورات بعد كده بقى اما بتيجي تشتغل بالارنت فاليو وما تشتغل باي ايكويشن باي حاجه ماشي. فالاداره افهم الاول يعني ايه اداره قبل ما احكم على حاجه او واحده منها. اداره يعني ايه؟ يعني ايه؟ ابلكيشن اوف ايه؟ الفور فانكشنز اوف مانجمنت اللي هي ال4 وظائف بتاعت الاداره اللي هي الايه؟ planning, organizing, leading and control. ده مش حفظ يعني، انا علشان اعمل حاجه عشان اقوم نتكلم على اي واحده. المشروعات احنا قلنا المشروع اللي هو مكون من activities له مده يبتدي من الاول للاخر، بطبق عليه الفور فانكشن اوف مانجمنت، planning بخطط، organizing بوزع المسؤوليات على ناس، بعمل ديليجيشن لحاجات معينه، فان الليدنج اللي هي المتابعه بقى المونيتورنج واشوف الدنيا ماشيه ازاي، والكنترول اللي هي اي كنترول انا بعمله على ايه، على الكلام ده من الاول. دي كلمه اداره. اما اجي اقول الاداره الهندسيه يبقى انا ما بطبقش ده على، بطبقه على ايه؟ اي على الهندسه، على المشروعات الهندسيه. مش لازم مشروع هندسي بقى، يعني انا بدير هذا الكلام في حته، يعني اداره هندسيه دي
هي مسمى الإدارة الهندسية، لا يعني بتتاخد حاجتين، يعني يا إما اسم، يعني برضه ده من ضمن التعريفات، الإدارة الهندسية ممكن تكون تطلق على قسم أو قسم معين في شركة أو في مشروع نسميه الإدارة الهندسية، وممكن إن أنا بقول إن إدارة الموضوعات الهندسية. لو هي إدارة الموضوعات الهندسية يبقى أنا بعمل إيه؟ بطبق الفور فانكشنز اوف مانجمنت دول على ايه؟ على اي موضوع هندسي عندي، تعمل بريك داون بقى وبطبق كل الفور فانكشنز اوف مانجمنت على اي موضوع هندسي. اداره المشروعات احنا اتكلمنا عليه، خلاص. اداره الاعمال بقى ده اتس بزنس، يعني اداره بزنس. اداره بزنس انا برضو خلي بالك برضو كلمه اداره في حد ذاتها اللي هي توظيف الاربع حاجات دول على البيزنس نفسه. البيزنس نفسه ده من اول بقى ما هو لسه بري فيزيبيليتي ويكاد يكون برضو، بس اداره الاعمال ما هياش محدده بوقت، مش محدده بوقت. اداره الاعمال دي ممكن تبقى بروجكتس وممكن تبقى كوربريت، يعني بطبق عليها مش قواعد المشروع يفرق ايه اداره مشروع عن اداره اعمال. ان البروجكت ده بيبتدي وبينتهي، وبعد ما بيبتدي وبينتهي خلاص بتستقر العلاقه حتى ما بين الناس وبعضها. البروجكت بتنفض خلاص وبتنتهي الموضوع، انما البيزنس لا، البيزنس ده بيظل، يعني اي عمل اي بيزنس انا عايز اعمله بطبق عليه الفور فانكشنز اوف مانجمنت بقواعده، بس اكون فاهم البيزنس ده، يعني مش اي اعمال. يعني انا مش ما اقدرش انا احكم لك مثلا على الايه البيزنس اللي في الاي تي، ما اقدرش احكم لك على البيزنس مثلا اللي في اي تخصص اخر. انا ممكن اكلمك على البيزنس بتاع الكونستراكشن. عشان كده انا دايما لما بشرح او بتكلم على ايه؟ على الكونستراكشن اللي انا يعني عارفه ومارسه عشرات السنين يعني. خلاص؟ ارجو ان الكلام يكون، هل الكلام واضح ولا محتاج اضافه او اي حاجه؟ أنا تحت أمرك. يعني كلمة إدارة نفسها أربع حاجات، بلاننج أورجانيزيشن كنترول، خلاص بطبقه على أي حاجة بقى. لو هي إدارة هندسية مقصود بيها أعمال هندسية يبقى بطبق الكلام ده على البريك داون بتاع الأعمال الهندسية اللي عندي. لو هي مشروعات بنطبق عليها على الفور ريسورسز اللي أنا بعمل بيها المشروع. لو إدارة أعمال بيبقى إيه، بعمل الفور فانكشنز دول على أي بزنس أنا بعمله اللي هو البيزنس مانجمنت. تمام. وطبعا الموضوع يعني مش بالبساطه دي، واحنا بنتكلم في اداره المشروعات بقى لنا قد ايه ولسه قدامنا عشان نتكلم فيها. ده اللي بقى انا بتكلم تايتل، انما كل واحد من دول برضه هيبقى له متخصص وهيبقى له شرح له وويلكم تحت امركم يعني. هل جزاكم الله كل خير يا استاذ. وياكم حبيبي، لو في اي حاجه باشمهندس عمر انا جاهز، يعني مفيش مشكله خالص. الله يكرمك استاذنا، ربنا يجعلك من احسن. الف شكر حضرتك. الله يبارك فيك حبيبي وامرني. اي سؤال، اي حاجه، اي استفسار؟ الله يكرمك استاذنا. تمام كده يا استاذ، جزاكم الله كل خير. الله يبارك فيك. في حضرتك في سؤال بس، طلب كان حضرتك طلبه من حضرتك تنزل كتاب للكي بي اي، حضرتك قلت هتبعته بس ما وصلهمش. لا 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 لا، انا مش هنزل كتاب الكي بي اي. كتاب الكي بي ايز ده انا بدور عليه، لان هو انا يعني عندي اجزاء منه بره، وبعدين ده كي بي ايز ده كتاب فيه 17,000. لا بس خلي بالكم، معلش انا عجوز اه، بس يعني ايه ما بنساش قوي جدا، يعني انا بكتب كل حاجه بتطلب مني. انا اللي طلب مني حاجات تانيه معينه وانا امري، بس افوق شويه لان يعني عندي مشغوليات من دول زياده. في ناس طلبت حاجات معينه وان شاء الله ربنا قدامي وابعتها لهم. انا يعني احنا قلنا، انما ابعت كتاب كي بي ايز لا، اصل خلي بالك انا بقول ان الكي بي ايز اللي عندي، وانت لو دخلت على النت على فكره وكتبت كي بي ايز ان كونستراكشن، انا عندي حاجات كتير قوي هنا. لو دخلت على الجوجل هتلاقي حاجات كتير قوي، بس انت لو انت مثلا في الكونستراكشن اطلبها ان كونستراكشن، لان زي ما بقول لحضرتك اخونا المصري اللي عاملها، انا ممكن ادور على اسمه دلوقتي، لان هو المهندس اللي قبل كده قلت له 17,000 كي بي اي، انا مش
انا مش ببالغ. قال لي لا ده اسمه مش عارف ايه كده وبقوا 24000. فدي كي بي ايز في كل حاجه بقى في الدنيا. فانا لا يعني انا مش يعني مش يعني مش هدعي حاجه. انا وبعدين انا مش يعني اللي عايز اقوله ايه يعني ما يعني انا ما وعدتش ان ابعت حاجه على كي بي ايز. خلي بالنا يعني انا ما اعرفش انت يعني انت الكلام ده هل انت حضرتك اخذته من حد ولا انت سمعته مني ولا ايه؟ ممكن يكون كان قصده على حاجة تانية ونسي مثلا الاسم ولا حاجة. لما الكي بي ايز ده موضوع واسع جدا، موضوع واسع جدا. اللي انا بقول لكم عليه حاجه ممكن يكون عن حاجه. الكي بي ايز بتاعت الكومبيتنسز دي موجوده اوريدي. الكي بي ايز بتاعت البروجكت مانجر. معلش انا دلوقتي انا ممكن اقول لك على حاجه يا باص برضه عشان احنا بنتكلم في البروجكت مانجمنت. فكل الكي بي ايز وبيسموه كومبيتنسز سي بي ايز كومبيتنسز performance indicators اللي هم زي ما قلنا ثلاثه كومبيتنسز اللي هي البرسبكتيف والبيبل يمكن ده اللي انا قصدت عليه قصدته اللي هي تاني لقاء. هي كانت لقاء واحد الاول بس انا قسمته اثنين لان كان طويل قوي. تمام يعني واضح الموضوع. يعني انا لما بتكلم على كي بي ايز بتكلم على الكونستراكشن مش بتكلم على كي بي ايز عموما. الكي بي عموما ده واحد ماشي. اللي عايز يعرف بقى الكي بي ايز بتاعت الكونستراكشن يدخل على تاني لقاء. اللقاء على طول هتلاقيها موجوده فيها. يعني بعد شرح الاي بي ام اي يعني احنا في اول لقاء تاني لقاء اول لقاء اتكلمنا في اسمه ايه ده في الانتروداكشن بروجكت مانجمنت وانواع الثلاث شهادات العامه قلنا عن كلمه الشهاده الرابعه دي لسه برضه دي لسه يعني يعني نتكلم عليها بعدين. وتاني لقاء حطيت بقى كل فيه ايه الكي بي ايز او الكومبيتنس بيز لاينز او الكومبيتنسز بيرفورمانس انديكيتورز اللي هي متقسمه للثلاث حاجات اللي بقول لحضرتك عليهم دول. هم دول قصدي عليهم ودول موجودين على اليوتيوب. يعني اذا كان حد سال او حاجه يبقى انا قلت له على دول. معلش اصل انا يعني ايه يعني انا يعني كلمه ان انا قاعد حد بحاجه وما عملهاش دي عندي مش عايز اقول يعني قاتله يعني. فهو يعني لو كان يقصد كي بي ايز بتاعت البروجكت مانجمنت البروجكت مانجمنت عموما مش الكونستراكشن بس موجوده في تاني لقاء على اليوتيوب في الـ في الـ في الـ في الـ في الشانل اللي هي موجوده موجود تحتها مجموع اللقاءات اللي احنا عملناها دي. وكتر خيره للباشمهندس محمود الحقيقه محمود معتز ان هو قسمها وحطتها فعلا لوحدها جوه يعني كل كمبيوتر حطيتها في فيديو كده صغير لوحدها. هل كده انا يعني رديت انف ولا في حد عاوز حاجه اكتر من كده؟ اللي عايز كي بي ايز لا تحت امرك يعني. بس انا يعني الله يكرمك استاذ. الله يخليك تحت امرك مش هنصعب. الله يكرمك استاذ. الف شكر حضرتك استاذ. الله يخليك. الله يكرمك. هي المحاضرة كانت واضحة جدا في موضوع الكي بي اي. المحاضرة مرجع لموضوع الكي بي اي ان شاء الله. محاضرتك في تاني لقاء تاني لقاء ان شاء الله دي موجودة. يعني دي كانت اقول لحضرتك كانت بتاريخ الاحد 27/12 27/12 بالظبط 27/12 بالظبط وموجوده في على اليوتيوب شانل وواضحه. فلو حد عايز اي تيلز او اي حاجه. بس انا اللي انا بنصح بيه النهارده ودي فكره جاتني الحقيقه من اللي فاتوا دول ان كل واحد حضر معانا يدخل على الكي بي ايز وحتى يكتبهم ويطبع بقى هو ايه اللي زاد عنده. لان هو ده دورنا اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا بننشر البروجكت مانجمنت كلتشر وهي دي هتقيس بقى هو مدى استفادته من الكلام اللي احنا عملناه مع بعض. تمام؟ تمام تمام يا استاذ. في اي جزاكم الله خيرا واياكم حبيبي واياكم الله يكرمك.